يلا بينا يا دكاترة نبدأ مع بعض إن شاء الله الباب الثاني وهو البيولوجية الجزيئية، وإن شاء الله نكون نبسطه معاك جدا النهاردة. يلا بينا نبدأ على طول. البيولوجية الجزيئية هي أحد أفرع العلم الحديث اللي اهتمت بالوراثة، اهتمت بالشكل. ليه إحنا مختلفين عن بعض؟ ليه شكلنا مختلف؟ ليه الإنسان غير الحيوان غير النبات؟ حتى في التوأم المتماثل ليه البصمة مختلفة؟ قال لك والله يا حبيبي أنت عندك حاجة اسمها الجينات، والجينات دي حبيبي هي معلومات الوحدات الوراثية. دي الوحدات دي حبيبي هي اللي شايلة الصفات بتاعتنا، ودي بتوجد على حاجة اسمها الكروموسوم. فبمناسبة الكروموسوم ده حبيبي ممكن يكون أحادي الكروماتيد أو ثنائي الكروماتيد. يعني أنا مثلا عندي الكروموسوم مثلا بالمنظر ده، ده كده الكروموسوم. كروموسوم حبيبي هو كروموسوم واحد، بعد التضاعف والله هو نفس الكروموسوم. طب هو الفكرة في ايه؟ ان الكروموسوم ده حبيبي فيه واحد دي ان ايه، طيب بعد التضاعف بيبقوا 2 دي ان ايه. فببدأ ارسم الكروموسوم بالمنظر ده، فده كده بيكون احادي الكروماتيد، وده كده بيكون ثنائي الكروماتيد. فانا عايز ابدا ادرس ازاي المعلومات الوراثيه للكائن الحي بتوصل له، ولما بتوصل له ليه شكلنا ما بيتغيرش؟ يعني انا ليه طول الحلقه شكلي ثابت؟ ليه ما اتغيرتش؟ هتعرف بعد كده ان الدي ان ايه ثابت بينما البروتين متغير. انا ممكن يكون وزني قليل، اكل كتير وزني يزيد، معنى كده ان البروتين بيزيد فبيزود الجسم وهكذا. فاحنا هنبدأ ندرس التغيرات الشكلية بتاعتنا. واوعى تنسى حبيبي ان العلماء، انت دلوقتي تعرف ان المادة الوراثية هي الدي ان ايه. احنا خلاص احنا في 2023 يعتبر. زمان خالص في 1900 ما كانش يعرفوا يعني ايه المادة الوراثية هي مين، هل الدي ان ايه ولا البروتين. فقال لك خلاص، قال لك والله اللي احنا عارفينه ان الدي ان ايه بيتكون من وحدة اسمها النيوكليوتيدا. قال لك تمام، وقال لك النيوكليوتيدا دي حبيبي فيها 4 وحدات، يا اما الاي يا اما الجي يا اما السي يا اما التي، بينما البروتين نفسه حبيبي المفروض هو بيتكون من 20 حمض اميني. فقالوا اكيد ال20 اكتر من ال4، يبقى المسؤول عن نقل المادة الوراثية البروتين وليس النيوكليوتيدا. قال لك لا، تعالى بقى نقول لك ايه الادلة اللي بتثبت ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية وليست البروتين. فجه عالم وطبيب بريطاني، هو عالم كائنات دقيقه وظابط، العالم ده اسمه جريفيس. العالم ده انتشر في لندن انجلترا مرض اسمه مرض الالتهاب الرئوي. هو اصلا ما كانش في دماغه، يعني هو ما كانش في دماغه هو الدي ان ايه الماده الوراثيه ولا البروتين، هو كان عايز يعرف ايه سبب انتشار مرض الالتهاب الرئوي. فقال لك والله انا عندي سلالتين بيسببوا المرض ده، سلالة عندي اسمها R وسلالة عندي اسمها S. كمعلومة ليك، السلالة، بص حبيبي، لو انت لقيت في الامتحان السلالة بالمنظر ده كده مفيش حواليها غلاف، يبقى دي R. فقال لك R دي غير مغلفة، فيسهل على الجهاز المناعي التعامل معاها، بينما السلالة اس فهي سلالة بيكون عليها تغليف، بيكون مخفية، فطالما مخفية الجهاز المناعي ما يقدرش يتعامل معاها. طب معلش، لو جالك اس اهي بالمنظر ده بس الغلاف بتاعها مثقب، اعرف ان دي كده مقتولة حراريا، فدي صعب التعامل معاها، بيكون الغلاف بتاعها من عديد السكري. حلو قوي. عمل ايه؟ قال لك والله جه العالم جريفس اللي هيظهر قدامك،
قال لك اللي هو التحول البكتيري اللي نتكلم عنه، اللي هو اجرى تجاربه على الفئران لدراسه البكتيريا. وخد بالك اس وار دول اوليات نواه لحد ما اوصل لهم. يعني ايه يا مستر اوليات نواه؟ اوليات نواه معناها ان الدي ان ايه بيكون مفصول عن البروتين. فخد بالك من النقطه دي. فهو كان عايز يعرف بس المسبب للالتهاب الرئوي، ما كانش في دماغه خالص هو الدي ان ايه اللي بينقل الماده الوراثيه ولا البروتين اللي بينقل الماده الوراثيه. فجاب اربع فئران زي ما حضرتك شايف. الفار الاول حقنه بالسلاله ار، ودي سلاله غير مميته. لما حقن بيها الفئران حبيبي، الفئران لم تمت بس اتصابت بحاجة اسمها الالتهاب الرئوي. قال لك تمام. جه حقن نوع تاني من الفئران بس بإس، ودي سلالة مميتة، لأن الفئران ماتت بعد طبعا لما جالها الالتهاب الرئوي. طب ها هنعمل ايه؟ قال لك خلاص هات اس واقتلها حراريا ونشوف اللي حصل. لان الفئران لم تمت. طيب هنعمل ايه تاني؟ قال لك والله طب بسيطة، هات اس مقتولة حراريا وحطها مع ار لان الفئران ماتت. طب ايه اللي حصل؟ قال لك هو اكتفى بالتحول البكتيري، ان السلالة ار اللي هي الغير مميتة اكتسبت صفات السلالة اس فاصبحت مميتة. وقف اقفل على التجربة دي لسنين. قال لك طب ماشي، يعني هنعمل ايه؟ بس الاول في حاجة، التجربة دي للمرة الأخيرة كان عايز يعرف إيه سبب مرض الالتهاب الرئوي، مش مين هينقل لمين، فاكتفى باسم التحول البكتيري. فجه التجربة التانية للعالم إيفري، كان إيفري ومعاه زملائه مكارسي ومكلويد، كان عايز يعرف إيه اللي بيحصل. فعمل نفس الكلام، قال لك قاموا بعزل مادة التحول البكتيري التي تسببت في تحول السلالة R الغير مميتة إلى S مميتة. لما حللوا المادة دي قال لك إن هي بتتكون من DNA. قال لك بس في اعتراض. قال لك ايه؟ قال لك الدي ان ايه ده ما كانش بيور، يعني ما كانش نقي، كان مختلط او كان فيه شوائب من البروتين. فالتفسير العام ان البكتيريا ار امتصت الدي ان ايه وانتقلت الى الابناء. طيب ايه الاعتراض؟ قال لك ان الدي ان ايه الذي سبب التحول لم يكن على قدر كافي من النقاوة، كان بيحمل نسبة من البروتين يحتمل ان تكون السبب في احداث هذا التحول. قال لك خلاص وقف على كده. طب هنعمل ايه؟ قال لك عندي كائن، الكائن ده اسمه البكتروفاج، ده فيروس. قال لك الكائن ده غريب جدا. قال لك المادة الوراثية بتاعته دي ان ايه؟ لان حضرتك عارف ان معظم الفيروسات، ما قلتش كل، معظمها محتواها الجيني ار ان ايه. فاوعى تقول لي ان الفيروس ظهر ان ايه حبيبي اسكان، انا بستخدمه اصلا عشان اثبت ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية. فقال لك لانه هو بيتكون من دي ان ايه يحيط به غلاف بروتيني ليكون ما يشبه الزيل. الزيل ده بيخترق الخلية البكتيرية ويبدأ يصب المحتويات بتاعها جواه، يهاجم الفيروس الخلية البكتيرية. خد بالك في فرق بين خلية بكتيرية ومزرعة بكتيرية، هو هيهاجم خلية فيتصل بها عن طريق الزيل وتنفذ المادة الوراثية بالفيروس إلى داخل الخلية البكتيرية، ثم تنفجر بعد 32 دقيقة. لازم 32 دقيقة. طب لو قلت لك لمدة ساعة كم فيروس؟ والله الساعة 60 دقيقة.
اول 32 دقيقة يطلع 100، يتبقى من ال 60 28 لم تكتمل المدة كاملة، فيبقى ال 28 دي هتكون صفر. ليه يا مصر؟ لازم ال 32 دقيقة. جميل قوي. فتعالى نمسك التجربة ونحللها تحليل كويس قوي ان شاء الله يناسبك. قال لك والله الغلاف البروتيني للفاجة اهو، ودي المادة الوراثية، هيروح يهاجم الخلية البكتيرية، فتنفذ المادة الوراثية بعد 4 دقايق. يبقى بعد 4 دقايق تنفذ المادة الوراثية. انا هطلع لك السنتاجات من على الرسمة، فركز فيها كويس قوي. يبقى بعد 4 دقايق نفذت المادة الوراثية. طيب بعد 15 دقيقة اللي انا شايفه ان المادة دي بقت كذا حاجة، يبقى تضاعفت المادة الوراثية. بعد 20 دقيقة بدأ يتكون محتويات الفاج، وخد بالك لما تضاعف المادة الوراثية بدأ يتحلل المادة الوراثية للبكتيريا. طيب بعد 28 دقيقة بدأت تتجمع محتويات الفاج. يبقى أنا بطلع لك السنتاجات من على الرسمة. يبقى أول حاجة هاجمها، تاني حاجة رمى المادة، تالت حاجة بيضاعف مادته وبيحلل مادة البكتيريا، رابع حاجة بيكون محتويات الفاج نفسها، خامس حاجة بدأ يجمع المحتويات، طب سادس حاجة انفجرت الخلية البكتيرية. بس بعد كام دقيقة؟ 32 دقيقة. فجم اتنين علماء اللي هم هيرشي واتشيس، دول راجل وست على فكرة، دول عملوا ايه؟ قال لك والله بص، هو مش الدي ان ايه بيدخل في تركيبه فوسفور؟ قال لك اه. قال لك طب والبروتين مش بيدخل في تركيبه كبريت؟ قال لك اه. قال لك بسيطة، هنجيب عداد جايجر عامل زي اللي بيمشي على الجسم ده عشان يشوف اي حاجة معدنية، ده عداد بيكشف عن العناصر المشعة. قال لك بص، هنعمل التجربة دي تاني بس بفنية معينة، هنشيل كل فوسفور عادي ونحط مكانه فوسفور، يبقى يتم استبدال كل فوسفور مشع او كل فوسفور عادي بفوسفور مشع، ويتم ايضا استبدال كل كبريت عادي بكبريت مشع، وهبدأ اشوف اللي هيحصل. لان كل الفوسفور المشع دخل للخلية، واقل من 3% من الكبريت المشع دخل، فنستنتج اذا ان المادة الوراثية هي الدي ان ايه وليست البروتين. فجينا للتجربة الحاسمة، اكتشفنا انزيم اسمه انزيم ديوكسيرايبونيوكليز، يعمل على تحليل الدي ان ايه تحليلا كاملا بكسر كل الروابط التساومية. هنحلل الدي ان ايه تحليل كامل، فهنعمل نفس الكلام ده، هجيب اس بس قبل ما احطها مع ار، ما هي اس مميتة، ار غير مميتة، قبل ما احطها مع ار، ما لو حطيتها مع ار وحطيت الانزيم ما عرفتش حاجة، قبل ما احطها مع ار هحط عليه ديوكسيرايبونيوكليز، يبقى انا جايب اس حطيت عليها رايبونيوكليز ديوكسيرايبونيوكليز، وهشوف اللي هيحصل. جيت لما حطيت ديوكسيرايبونيوكليز مع اس نفسها وحطيتها مع ار ما حصلش حاجه، وده كان بيحلل الدي ان ايه. فلما انا حللت الدي ان ايه ما حصلش حاجه، طب لو سبت الدي ان ايه زي ما هو يحصل التحول، يبقى انا استنتج ان الدي ان ايه هو الماده الوراثيه وليس البروتين. في ادله كمان، الدي ان ايه يا حبيبي ثابت في كل الكائنات الحيه، يبقى كارثه لو مش ثابت. تلاقي كده في اول الحلقه ليا شكل،
شوية كده ليها شكل تاني، شوية كده ليها شكل تاني، ما الدي ان ايه في جسمي بيتغير، يبقى دي كارثة. لكن الدي ان ايه ثابت، البروتين متغير. الدي ان ايه في جميع الخلايا الجسدية لنفس الكائن ثابت. طب الدي ان ايه في الخلايا الجنسية؟ نص الدي ان ايه في الخلايا الجسدية. البروتينات تهدم ويعاد بنائها، الدي ان ايه ثابت لا يتغير. ده كده حبيبي اللي انت تقدر تستفاد بيه في الدرس الاول كامل بفضل الله. في مشكلة كده حبيبي؟ الله ينور عليك. يلا بينا ايه اللي بعده. بعد كده خلاص احنا اتكلمنا عن العالمان هيرش وتشيس، وقلنا ان العالمان هيرش وتشيس دول حبيبي مسكوا البي شالوها وحطوا بي مشع، ومسكوا الاس شالوها وحطوا اس مشع. جميل قوي. يلا بينا حبايبي نخش على الجزء اللي بعده وهو تركيب الدي ان ايه. خلاص بعد ما عرفنا ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية لازم نتعرف على تركيبه. قال لك والله الدي ان ايه بيتكون من سكر خماسي، فلازم حضرتك تبقى عارف ان السكر الخماسي ده عبارة عن نوعين، سكر دي اوكسي رايبوز وسكر اخر اسمه رايبوز. مصر يعني ايه ديوكسي رايبوز؟ قال لك دي بتبقى سي 5 اتش 10 او 4، لانه منقوص ذره اكسجين. الرايبوز سي 5 اتش 10 او 5. فبص مثلا انا عندي او سي 1 سي 2 كربونه 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5 عند السي 3 والسي 2. هنا في بي او 4، هرسم لك واحده كمان او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اقفل سي 5 طلع بي او 4. يجي مثلا يقول لك او اتش، مثلا هنا اتش هنا او اتش وهنا او اتش، ويقول لك سين ويقول لك صاد. يقول لك قول لي مين الدي ان ايه ومين الار ان ايه او اللي هو بيدخل فيه البروتين. والله بسيطه، الدي ان ايه هو منقوص ذره اكسجين، دي منقوصه دي عندها ذره الاكسجين، يبقى ده دي ان ايه. طب بفرق ما بينهم ازاي؟ قال لك والله تاني عند كربونه رقم واحد في قاعده نيتروجينيه، الدي ان ايه بيتميز بقاعده اسمها قاعده الثايمين، الار ان ايه بيتميز بقاعده اسمها قاعده اليوراسيل. طيب ايه تاني يا مصر؟ قال لك والله خلاص السكر الخماسي اتفقنا اللي هو في الدي ان ايه هو عباره عن سكر خماسي اسمه ديوكسي رايبوز زائد مجموعه فوسفات زائد قاعده اسمها قاعده نيتروجينيه. طب انا مصر لو مسكت خليت السكر لوحده، الايه لوحدها اللي هي القاعده النيتروجينيه، البي لوحدها، اعرف من كده ان لو كل حاجة بقت لوحدها اللي انا حطيت عليها انزيم اسمه انزيم ديوكسي رايبونيوكليز اللي بيحلل الدي ان ايه تحليل كاملا عن طريق قصر كل الروابط التساومية اللي فيها. وخد بالك كل النيوكليوتيدا يعني دي كده على بعض اسمها نيوكليوتيدا، كل حاجة في النيوكليوتيدا فيها روابط تساومية الا اللي ما بين القاعدة واختها بتكون روابط هيدروجينية. طيب في ايه تاني؟ قال لك والله الايه دايما بتساوي التي والجي دايما بتساوي السي. انت عايز توصل لايه؟ بص دايما الايه الايه يبقى قصادها حاجه كبيره، مثلا الجي لو كده يبقى قصادها كده، مثلا لو كده يبقى قصادها كده، ليه هحتاجها مع بعض واحنا بنحل الاسئله ان شاء الله، فما تقلقش من كل ده. القواعد النيتروجينية، بص بكل بساطة انت عندك حاجة اسمها بيورين، دايما البيو يعني ايه وجي، ادينين جوانين دول كده بيبقوا ذات حلقتين، اتنين حلقة، يبقى الاتنين حلقة، يبقى ممكن ده كده يكون ايه او جي، وممكن ده كده يكون ايه او جي. وعندك حاجة تانية اسمها البريميدين، ده بيكون يا اما ثايمين يا اما سيتوزين،
ودول بيكونوا حبيبي حلقة واحدة. الله ينور. يعني ممكن ده يكون تي او سي وممكن ده يكون تي او سي. اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ قال لك والله الاي والتي ما بينهم اتنين رابطه، والجي والسي ما بينهم تلات روابط. فهنا يلا، طالما رابطتين يبقى اذا انا عندي اي وتي. الاي حلقتين يبقى دي حلقتين، يبقى دي الاي والتي حلقه. طيب هنا تلات روابط، طالما تلات روابط يبقى يا اما الجي يا اما السي. طبعا الاضعف الاي او التي عشان رابطتين، رابطتين بس. الجي ذات حلقتين يبقى دي كده الجوانين، السي ذات حلقه يبقى دي كده السيتوزين. فنستنتج ان البيورينات ذات حلقتين الادينين والجوانين، والبريميدينات ذات حلقه واحده الثيمين والسيتوزين. احنا كده اتكلمنا ان القواعد النيتروجينيه دي ودي. طب بص معايا، لو احنا قلنا مثلا الاي بتساوي 2 والتي بتساوي 2، الجي بتساوي 3 والسي بتساوي 3. لو انا جيت قلت لك مثلا الاي على التي، دي علاقه صحيحه ولا لا؟ تعال نجرب. هي الاي بكام؟ ب2. والتي بكام؟ ب2. 2 على الاثنين يساوي الواحد، تمام. طيب الجي والسي، الجي على السي، والله دي بتلاتة ودي بتلاتة، يبقى واحد. طب مثلا الاي زائد التي على الجي زائد السي، تعال نشوف بيساوي بعض ولا لا. الاي والتي اتنين واتنين اربعة، الجي والسي تلاتة وتلاتة يبقوا ستة. أربعة على الستة على الاتنين فيها الاتنين على الاتنين فيها التلاتة يبقوا مش متساويين، يبقى دي علاقة خاطئة. طب علاقة كمان مصر معلش، طب الاي زائد التي، هنا الاي والتي، او خلينا نقول مثلا الاي زائد الجي على التي زائد السي، تعال نشوف علاقة متساوية ولا لا. هي الاي بكام؟ باتنين. الجي بكام؟ بتلاتة. التي بكام؟ باتنين. السي بكام؟ بتلاتة. تلاتة واتنين خمسة، تلاتة واتنين خمسة، خمسة على خمسة هتساوي الواحد. يبقى لما يجي في الامتحان يجيب لك علاقات يا حبيبي، استبدل الاي بكام والتي بكام، الاتنين باتنين والجي بتلاتة والسي بتلاتة، وانت اتعامل براحتك. ودايما ايه زائد التي زائد الجي زائد السي بتساوي 100%، البيورينات بتساوي البريميدينات بتساوي 50%. فاخد بالك من الحاجات دي والافكار دي عشان لما نحل مع بعض ان شاء الله المسائل. هنا بقى عندك ده الشكل بتاعنا. الشكل ده حبيبي انا عايز ابدأ اقسمه. فبص، مربع كبير او مستطيل قدام مربع، مربع قصاد مستطيل، مستطيل قصاد مربع، مستطيل قصاد مربع، وهكذا. قال لك بص، انا هبدأ بخمسة داش. يعني ايه خمسة داش؟ يعني الكربونة رقم خمسة، وتلاتة داش الكربونة رقم تلاتة، خمسة تلاتة الشريط المعاكس يبقى تلاتة واخره خمسة. طب بص معايا، لو انا جيت قلت لك عد لي الروابط اللي هنا، والله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، جميل. طب بص، بص بقى للبي، هنا عندي بي طرفيه، هنا بي طرفيه، هنا او اتش طرفيه، هنا او اتش طرفيه. ركز معايا بقى، ده الكربونه 1، ده الكربونه 2، دي الكربونه 3، والبي ماسكه في الكربونه 5، دي الكربونه 3، والبي ماسكه في 5، دي الكربونه 3، والبي ماسكه في 5. انت عايز توصل لايه؟ ان البي بتتصل مع اللي قبليها ب 3 واللي بعديها ب 5. فاذا يقول لك مجموعه الفوسفات المتصله بذره الكربونه رقم 5 لإحدى النيوكليوتيدات ترتبط برابطة تساهمية بذرة الكربون رقم 3، يبقى 5 مع 3 في النيوكليوتيدة التالية. يعني مثلا هي لو ماسكة هنا بخمسة أهي،
فهتمسك بتلاتة اللي بعدها وهكذا. والتركيب الذي يتبادل فيه السكر والفوسفات يطلق عليه هيكل سكر فوسفات. خد بالك من المعلومة دي، هيكل سكر فوسفات ده بدون قواعد نيتروجينية. طب هل الهيكل ده متماثل؟ لا والله، ده الفوق ده لتحت، ده الفوق ده لتحت. ليه؟ لان البداية غير النهاية. هيكل سكر فوسفات غير متماثل لان مجموعة الفوسفات الحرة الطليقة المتصلة بذرة الكربون 5 عند احدى نهاياته، ومجموعة الهيدروكسيل او اتش حرة طليقة مرتبطة بذرة الكربون رقم 3 في النهاية الاخرى. فالبداية غير النهاية، البداية غير النهاية. فخد بالك من الملحوظات دي، مهمة جدا. جات فرانكلين، العالمة فرانكلين قضت تقريبا عمرها كله وماتت بسبب الحوار ده، عايزة تعرف تركيب الدي ان ايه. قالت لك استخدمت فرانكلين تقنية حيوت اشعة اكس، عامل بالظبط 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 كأن انا واقف الشمس عليا وليا ظل. دي الفكرة العامة ليها. أشعة إكس دي حبيبي اللي بتعرف مكان الكسر مباشرة. فالتقنية دي عايزة تحصل على بلورات، طبعا انت عندك البلورات كتيرة في الجيولوجيا، على بلورات دي ان ايه عالي المقاومة، يعني هي قدرت تحصل عليها، حيث قامت بإمرار أشعة إكس خلال البلورات، خلال البلورات من جزيئات دي ان ايه ذات تركيب منتظم. نشأ عن ذلك تشتت لأشعة اكس، وظهر طراز من نقط توزع توزيعا اعطى تحليلها معلومات على شكل جزيء دي ان ايه. هي ما قدرتش تتوصل ليه تفصيليا بس ادالها معلومات. النتائج قالت لك جزيء دي ان ايه على شكل حلزون او لولب. اسكت، اوعى تقول لي لولب مزدوج. هي ما قالتش مزدوج، هي قالت لولب وسكتت. ليه؟ هي بالنسبة لها ان في لولب، يعني الشريط بص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قالت لك اللفة دي اكيد هو هيكون من اكتر من شريط. كم؟ ما تعرفش، 1 2 3 4 5 ما تعرفش. المهم ان هو القطر بتاعه بيدل على كده. فهي ما قالتش اللي هو لولب مزدوج، هي قالت لولب بس، بحيث تكون القواعد متعامدة على طول الشريط، وهي فعلا متعامدة. 2، هيكل سكر الفوسفات يكون في الجهة الخارجية اللي هو بدون قواعد، والقواعد النيتروجينية تكون جهة الداخل. أهم نقطة بقى القطر، قطر اللولب يدل على إنه يتكون من أكتر من شريط. كام؟ ما نعرفش، بس اكتر من شريط. فلما يجي الناس اللي بعدها يقولوا مثلا هو 2 4 6 ايا كان، المهم ان اكتر من شريط، يبقى كلامها صح ولا لا؟ صح، لان هي توصلت ان القطر بيدل على ان هو اكتر من شريط. الله ينور. جه بعد كده واتسون وكريك، طبعا دول كانوا سرقوا المقالات اللي هي كتبتها دي كلها، وقدروا يربطوا كام حاجة كانت ناقصاهم، وتوصلوا للشكل النهائي للدي ان ايه. قال لك هو عبارة عن سلم، السلم ده بدأوا يتكلموا، قال لك والله احنا هنتكلم ان القواعد النيتروجينية اهي متعامدة اهي بالمنظر ده، السكر للخارج والقواعد للداخل. فقال لك يمثل هيكلة السكر فوسفات جانبي السلم، سكر فوسفات سكر فوسفات سكر فوسفات، هيمثلوا جانبي السلم، بينما القواعد النيتروجينية هي دراجات السلم نفسه. تمثل القواعد النيتروجينية دراجات السلم. عرض دراجات السلم على امتداد الجزيء العرض ده، قال لك الدي ان ايه على مسافه من بعضهم، لان كل درج يتكون من قاعده ذات حلقه برمدينيه، برمدينيه تي او سي، واخرى ذات حلقتين بيورينيه. قال لك يتكون الدرج ده من ارتباط الاي مع التي، اي مع التي باثنين هيدروجينيه، والجي مع السي بثلاث روابط هيدروجينيه. يبقى المزدوجه دايما في 2، الا ثلاثية دايما في 3. وده كده الشكل العام للحلقتين والحلقة مع ربطتين وثلاث روابط. تعال بقى نحل مسألة.
بيقول لك إذا المسألة دي من المسائل التقيلة جدا، إذا احتوى شريط مفرد من دي إن إيه على 17% قاعدة أدينين تمام، و13% قاعدة صايمين، ما نسبة القواعد النيتروجينية الأربعة في الجزيء؟ الله، ده هو مديني شريط مفرد. قال لك الشريط ده فيه 17% أدينين و13% ثيمين، وبدأ يطلب منك نسبة القواعد في الجزيء. طب هو مديني الايه والتي على نفس الشريط، طب انا اعمل ايه؟ بسيطة قوي قوي قوي. هي الايه والتي ايه؟ الايه والتي ايه؟ الاتنين على بعض كام؟ 17 و13 كام؟ ايوه الله ينور، 17 و13 30، ده على الشريط. يبقى على الجزيء كل واحد ياخد النص، فتبقى 15% و15%، الاي والتي، يبقى دي 15 ودي 15. طب حلو قوي. بعد كده والله طالما دي 15 ودي 15 هو كله 100%، 15 و15 30، ال 30 من المية يتبقى 70% للجي والسي، الاتنين على بعض 70%، اقسم على الاتنين يبقى كل واحدة هتساوي 35%. يبقى الفكرة لما يديك المفرد اجمعه، المتوسط اهو 15 و15، يبقى الباقي من المية يبقى 35 و35. إذا احتوى نفس الشريط ده على 200 قاعدة نيتروجينية، في معلومة بتقول لك إن عدد النيوكليوتيدات بتساوي عدد القواعد النيتروجينية بيساوي عدد مجموعات السكر. طب بما إن هو 200 قاعدة نيتروجينية، يعني 200 قاعدة، وبما إن النيوكليوتيدات بتساوي القواعد، يبقى النيوكليوتيدات كلها 200 قاعدة. هو عايز عدد الروابط الهيدروجينية، عدد الروابط الهيدروجينية لها قانون، الـ A في 2 زائد الـ G في 3. طب هما مش موجودين غير نسبة، لأن احنا من السؤال اللي فاتت قلنا الـ A 15 والـ G 35، أعمل إيه؟ بص حبيبي، روح حولها القواعد، يبقى عدد القواعد هيساوي القاعدة بتساوي، هو احنا قلنا ان الايه ب15، اقسمها على 100 واضربها في 200. يلا بينا، هتطلع آلتك، طبعا لازم تروح بالآلة، 15 على 100 في 200 هيطلع حبيبي 30 قاعدة، يبقى 30 في 2 زائد، هات احنا كده بنجيب الايه، هات عدد قواعد الجي، هتساوي 35 على 100 في 200، 35 على 100 في 200 هيساوي 70 اهو. يلا بينا. طب بسيط، انا ماشي معاك واحدة واحدة كأنك كاره الرياضة. يلا 70 في 3 هتعملهم على الآلة، يلا هتفتح الكوسة اهو، 30 في 2 زائد 70 في 3 في الكوسك، يبقى هيساوي 270 ربطة، وهو المطلوب اثبات. يلا بينا اللي بعد كده. اولا هيبقى عندي بقى حاجة اسمها التضاعف، تضاعف الدي ان ايه، وقلنا حبيبي اللي بيتضاعف مادة الصبغيات مش عدد الصبغيات، اللي بيتضاعف المادة مش العدد، اللي بيتضاعف المادة مش العدد، اللي جوه مش الظاهر. يلا بينا، بص كده معايا، يعني مثلا انا دلوقتي رايح اودي ورق، الورق ده انا هوديه المطبعة، والله اللي بيتضاعف الورق مش الطباعة نفسها، فاركز وركز في الحتة دي. يعني مثلا انا مثلا عندي 20 كروموسوم، العشرين كروموسوم هيبقى فيهم 20 دي ان ايه، لما يحصل تضاعف العشرين كروموسوم حبيبي زي ما هما، بس الدي ان ايه يبقى 40 دي ان ايه،
ليه؟ عشان لما رجعه تاني لطبيعته يبقى كل واحد ياخد 20 دي ان ايه و20 دي ان ايه. فتركز في النقطة دي كويس قوي. يبقى تحدث قبل ان تبدأ الخلية في الانقسام. ليه؟ حتى تستقبل كل خلية جديدة نسخة طبق الاصل الوراثية الخاصة بالخلية الام. اصل لو بقى 20 هيبقى 10 و10، هيبقى نص، هتبقى مشوهة، ما ينفعش. فلازم يحصل التضاعف ده. جزئية الدي ان ايه يحتوي على وسيلة يمكن بها مضاعفة المعلومات الوراثية بدقة. ليه؟ قالك الشريطان بيحتويان على قواعد نيتروجينية متكاملة. ما احنا قلنا الاي بتساوي التي والجي بتساوي السي، اي ان تتابع النيوكليوتيدات في كل شريط يوفر المعلومات اللازمة لبناء شريط مقابل له، اللي هو الجديد والقالب. يلا بينا بقى نمشي واحدة واحدة. اولا في تضاعف الدي ان ايه انا همشي معاك خطوه 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 لحد ما تفهمها. قال لك تتحرك انزيمات اللولب على امتداد اللولب المزدوج، بس قبليه يتم التفاف اللولب. بفك الالتفاف ده، هفكه بايه؟ بواسطه انزيمات مالكش دعوه بيها. المهم تتحرك انزيمات اللولب على امتداد اللولب المزدوج. هبدا اهو، هبدا اتحرك. طيب فاصلة الشريطين عن بعضهم عن طريق كسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية. يعني انا لو كده، لو قلنا مثلا ده كده 3 وده كده 5، يبقى ده 5 وده 3. لو قلنا هنا A T T A G C، ال A بتساوي T وال G بتساوي C، ايه قصادها تي؟ ايه تي قصادها ايه؟ ايه تي سي جي. هنا طبعا عارف ان في رابطتين 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 رابطتين، ثلاث روابط ثلاث روابط. يبدا ايه اللي يحصل؟ والله اللي هيحصل ان يبدا انزيم اللولب يخش، هيبدا يكسر القواعد النيتروجينيه اللي حضرتك شايفها دي. لما يكسرها ايه اللي يحصل؟ والله اللي يحصل، بص، تبدا تتكسر بالمنظر ده، تبدا تتكسر بالمنظر ده، فيصبح كل منهما كقالب لبناء شريط جديد، فيبدا ينفصلوا عن بعضهم البعض. طيب حلوه قوي، بص كده معايا، بص كده معايا، هيبدأ ينفصلوا عشان ابني كل واحد لوحده. فمثلا بص كده، انا هعمل كده اهو، بدأت افصلهم عن بعض. لو احنا مثلا قلنا هنا 3 وهنا 5، فبقى هنا 5 وهنا 3. جميل قوي. طب ايوه برضو عايز تعمل ايه؟ اللولب دخل من هنا فيخش وراء انزيم اسمه انزيم البلمرة. خلاص اللولب عمل اللي هو عايزه، فيخش وراه البلمرة. قال لك البلمرة ليه شرط. ايه هو الشرط؟ بيشتغل بيشوف الشريط الاساسي اللي هو من 3 ل 5، ويبدأ يضيف النيوكليوتيدات من 5 الى 3. هو ما بيشتغلش غير كده. فلو ده 3 ل 5، ده 5 ل 3، البلمرة ابني منين؟ من 5 ل 3. انا ماشي كده 3، يبقى ده 5، 5 يبقى ده 3، وده كده الجديد هيمشي كده. طب المشكلة بقى في اللي جاي. ايه اللي جاي؟ انزيم البلمرة بيشتغل ازاي؟ بيشتغل من 5 ل 3. طب هيعمل ايه؟ يقول لك بيبني في الاتجاه المعاكس بمساعدة انزيم الربط، بيحط قطع اسمها قطع اوكازاكي، فبيبقى بيمشي بالطريقة دي 5 3 5 3 5 3. فهنا بنى على هيئة قطع، لكن هنا على هيئة شريط كامل. طيب ده اللي فوق كان الأصلي وده كان الأصلي، هل هيرجعوا تاني لبعض في التضاعف؟ والله ما هيرجعوا، ما خلاص أنا فصلتهم عن بعض. هيرجعوا إزاي؟ ما أنا بنيت شريط أهو، بنيت جزئ جديد وهنا بنيت جزئ جديد، فطالما بنيت جديد وبنيت جديد خلاص مش هيرجعوا تاني. فتعال أقول لك معلومة. لو انا مثلا جايب لك الشريط ده بالمنظر كده،
انا بقول لك الشريط اللي عندك هيمشي بالمنظر ده. لو انا قلت لك هنا 5 وهنا 3، حلو قوي، هنا مثلا 3 وهنا 5، وهبدأ من هنا وهروح كده وهروح كده، عايز احلها. قال لك بص، بص الشكل ده واحفظه كويس جدا عشان في ناس بتتلخبط فيه. قال لك والله هيبقى الشكل ده هبدأ افصله بالمنظر ده، والشكل ده هبدأ افصله بالمنظر ده، وهيروح بالمنظر كده. ده 5 يبقى ده 3، ده 3 يبقى ده 5. دي كده حبيبي تبدأ تعمل لي خط. بقى عندي حاجة اسمها فقاعة تضاعف وشوكة التضاعف. يلا عايز ابدأ اشتغل، ابدأ اشتغل معايا واحدة واحدة. ده 5 يبقى ده 3، ده 3 يبقى ده 5، ده 5 يبقى ده 3، ده 3 يبقى ده 5. يلا ابني بقى معايا، تعال نغير يلا اللون. ابني معايا، انا ماشي كده وماشي كده، انت لازم تروح في اتجاه السهم. طيب بص معايا، انت هتبدأ تدور السهم ماشي فين؟ ماشي كده. فين الاصلي اللي هو 3 اهو؟ يبقى ده هيبني من 5 يروح ل3 شريط كامل. طيب هات بقى المعاكس. هدور، انا عايز ابني من 5 ل3 بس العكس، 5 3 على هيئة قطع، 5 3 5 3 من هو المفروض من الداخل للخارج، بس انا مش عايز الخبطك في الطريقة. طيب هات لي ده، يلا هو ماشي كده، فالبلمرة بيبني من 5 ل3، دور لي على الاصل من 3 ل5. يلا هنا ماشي كده اهو، شمال اهو، شمال من ناحيتك اهو، انا ماشي اهو وماشي كده شمال. فيلا بينا من 3 ل5، فهو هيبني من 5 ل3 بالمنظر ده. طيب دور على 3 ل5 الناحية التانية اهي، من 3 ل5، فهيقوم معايا من 5 3 على هيئة قطع، 5 3 5 3 وهكذا. يبقى انا كده قدرت ابني الجزء اللي قدامك ده كله. من الحاجات المهمة جدا 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 اللي ما ينفعش حضرتك تعملها. اللي بعده، تعالى نتكلم على فكرة الجزء الهجين. لو انا مثلا عندي ده كده دي ان ايه عادي، وجيت هنا قمت عملت دي ان ايه مشع، عايز ابدا ادمج ده مع ده. يقول لك بسيطه، فك ده وفك ده. يلا هبدا افكهم خالص اهو، يلا هنا ابدا فكهم خالص، هما كمان اهو اتفكوا خالص. يلا واحد من ده مع ده وواحد من ده مع ده، ادي ده اهو اهو مع ده اهو، وادي ده اهو مع ده اهو. يلا اهو ده كده بسميه الجيل الاول. تعال بقى نشوف كم واحد مشع هنا؟ مفيش، ما انا مش شايف ده المشع، مفيش مشع. طب كم عادي؟ مفيش عادي. كم جزيء؟ ده كده اسمه جزيء وده كده اسمه جزيء، دي كده كل واحدة اسمها شريط. طب كم هجين؟ والله الهجين 2. طب كم شريط عادي؟ 1 2. كم مشع؟ 1 2. طب يلا بينا، تعالى نمسك دول ونحطهم مع مشع تاني. يلا افصل بنفسجي، او خلينا في ده، ده كان العادي وده كان العادي. يلا بينا، وادي البنفسجي اهو فصلته، وادي البنفسجي اهو فصلته، دول فصلتهم ودول فصلتهم. يلا حطهم مع المشع، ده مع واحد مشع، ده مع واحد مشع، ده مع واحد مشع، ده مع واحد مشع. يلا ظهر لك كام جزيء؟ ادي 4. ده وده هجين، ده وده مشع. طيب كل ما تفصلهم كل ما جزيء الدي ان ايه العادي يقل.
يبقى دي كده حبيبي افكار مسائل المشاع والهجين مهمة جدا، لازم حضرتك تكون عارفها كويس. تمام جدا، يلا بينا نرجع. يبقى احنا كده هنبدأ نفصل اول حاجة ده اهو. بص ده اهو 3 لـ5، ده اهو 5 لـ3. هو ماشي ازاي؟ والله انت بتمشي مع السهم، هو ماشي كده فبتدور مين التلاتة الأصلي أهو. يبقى ده يبنى كاملا من 5 لـ3 بواسطة إنزيم البلمرة الذي يعمل على إضافة نيوكليوتيدات أو قواعد نيتروجينية مرة أخرى وطبعا هيتقاربوا مع بعض بقوة الجذب. طيب هنا ده ما ينفعش، فيبقى من الداخل للخارج. فهنا إيه اللي هيحصل؟ دور على التلاتة، تلاتة أهو، تلاتة، يبقى قصادها 5 تلاتة، 5 تلاتة، 5 تلاتة، 5 تلاتة. يبقى أنا كده بنيت الجديد. جميل قوي. قال لك أنت بتتعرض في كل يوم لخمس تلاف قاعدة حضرتك بتفقدهم بيورينيا، الإيه والجيم. كل يوم بتعرض ليها؟ قال لك اه، بس قال لك ربنا مش هيسيبك، ده انت عندك 20 انزيم ربط في جسمك يصلحوا التلف اللي بيحصل. قال لك ماشي، قال لك بس ليه شروط التلف. طب هو ليه بيحصل التلف؟ بسبب البيئة المائية للجسم، بسبب الحرارة، بسبب الأشعة وما شابه. قال لك طيب إصلاح العيوب وميكانيكية إصلاح العيوب. قال لك رقم واحد، تقوم إنزيمات الربط 20 إنزيم بالتعرف على المنطقة التالفة من الدي ان ايه. يعني مثلا أنا ماشي كده A G C T، هنا الـ A قصادها T C G A. لنفترض ان دي كده تلفت، الـ A دي كده، دي كده اهي تلفت. ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله بسيطة، هيجي انزيمات الربط تقوم باستبدال النيوكليوتيدة التالفة بنيوكليوتيدة جديدة، فالتي ترجع لها تاني الـ A بالشريط المقابل، فيظل الـ DNA ثابت عند انتقاله للأجيال التالية. بس بشرط، إيه الشرط؟ اللي لازم يكون عندك نسختين من المعلومات الوراثية، واحدة على كل من شريطي اللولب. لازم يبقى في هنا نسختين وهنا نسختين، حيث لابد من وجود الشريطين دون تلف. وفي مشكلة لو حصل تلف ما يحصلوش في قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت، لا يعني لو اتنين متقابلتين على الاقل مش في نفس الوقت، او واحدة وواحدة بس بعاد عن بعض. فهنا ما يحصلش ان يحصل التلف، يعني ما يتصلحش نهائي لو كانوا التلف في شريطين في نفس الوقت والموقع، اللي هو الجزء ده كده، ده كده لا يمكن اصلاحه. فجت في دور تاني ثانوية عامة 2021، بس بدلناها دلوقتي في الكتب الخارجية. قال له واذا امكن اصلاحه، يعني ايه؟ يعني لو بيقول لك لو انا ممكن اصلحه، تبقى النسبة قد ايه؟ هنا بقى مش هقول 0%. ليه؟ لان هو بيقول لك لو امكن اصلاحه. طب ما انت عندك القواعد النيتروجينية كلها كام؟ الـ A والـ G والـ C والـ T، يعني لو كل واحدة تلفت في واحدة مكانها، يعني الربع يعني 25% يمكن اصلاح. في مشكلة في النقطة دي حبيبي؟ الله ينور عليك. تعال بقى نخش في حاجة تانية، تضاعف الدي ان ايه في اوليات النواة. في اوليات النواة حبيبي هي كائنات لا تحاط بغشاء نووي، بتكون المادة الوراثية في السيتوبلازم. فقال لك يوجد الدي ان ايه في اوليات النواة في السيتوبلازم، وبيكون على شكل لولب مزوج تلتحم نهايته، يعني اهو بتلتحم نهايته مع بعضها ويتصل مع الغشاء البلازما، اهو النهاية اهو وبيلتحم نهايته معه. عند نقطة ما يبدأ عندها نسخ الجزيء بتاع الدي ان ايه، يبقى الالتحام اللي هو هيبقى عند الغشاء هنا هيبدأ النسخ. هنا مختلف، تضاعف الدي ان ايه في الحقيقيات. قال لك ينتظم الدي ان ايه في الحقيقيات في صورة صبغيات. يعني انا اهو عندي كده الجزء بتاع الصبغيات اهو، فالدي ان ايه حبيبي بيكون جوه هنا، جوه هنا بالمنظر ده،
ده كده الدي ان ايه بيكون بينتظم في صورة صبغيات، كل صبغ يحتوي على جزء واحد من الدي ان ايه، ما انا عارف، يمتد من احدى طرفيه الى الطرف الاخر، ويبدأ نسخ جزء الدي ان ايه من عند اي نقطة على امتداده. ده كده حبيبي التضاعف في الاوليات والتضاعف في الحقيقيات. الدي ان ايه في اوليات النواة قالك هي كائنات حية، ماشي، لا تحاط المادة الوراثية بها في بغشاء نووي، يعني هي توجد حرة في السيتوبلازم. زي مين؟ زي ما احنا اخدنا الاس والار. طيب ماشي. طب الحقيقيات النواة قالك لا، هي كائنات هينتظم فيها في شكل صبغيات. قالك واحد، يوجد الدي ان ايه على شكل لولب مزدوج تلتحم نهايته معا في الاوليات. الدي ان ايه جواها بيصل الى 1.4 مليمتر، بينما طول الخلية البكتيرية اللي هي من الاوليات حوالي 2 مايكرون، يعني هي صغيرة جدا 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 والدي ان ايه كبير. فقال لك لازم الخلية تعمل تعديلات عشان تستوعبه في الجزء ده، فيلتف جزء الدي ان ايه الدائري حول نفسه عدة مرات، يقعد يلتف يلتف ليحتل حوالي 0.1 حجم الخلية نفسها. حلوة قوي. قال لك يتصل الدي ان ايه للغشاء البلازمي في موقع او اكتر، تحتوي بعض الخلايا البكتيرية على واحدة او اكتر من البلازميدات. ده كده بيكون شكل البلازميدات بيكون دائري الشكل، وان شاء الله هيكون معاك السنة دي. دايما بيحب يجيب جزء البلازميدات، البلازميدات دي حبيبي اللي هي موجودة في دي كده الخلية البكتيرية اهي، بيكون الخلية البكتيرية فيها الدي ان ايه الرئيسي بتاعها، وبيكون فيها بلازميدات. طيب مالها؟ قال لك والله البلازميدات اهي والدي ان ايه الرئيس اهو. قال لك دلوقتي انا لو عايز مثلا اضاعف حاجه، قال لك بسيطه، خد الحاجه دي الزقها في البلازميد، فلما الدي ان ايه الرئيس يتضاعف يتضاعف معها البلازميدات، فالبلازميدات جزيئات صغيره دائريه من الدي ان ايه، يبقى هي فيها دي ان ايه. يبقى الدي ان ايه خد بالك هناخد اللي هو في النواه وفي السيتوبلازم، وموجود كمان في البكتيريا، وموجود كمان في البلاستيدات. ده في الحقيقيات. في الاوليات موجود في البلازميدات اللي هو موجوده في كل الاوليات، وثبت وجودها في فطر الخميره. فهنا هي جزيئات من الدي ان ايه لا تتعقد بوجود بروتين، ما عندهاش بروتين، ما هتستخدمه البكتيريا في قتل انواع اخرى من البكتيريا، يعني هي بتستخدمها عشان تقتل انواع اخرى. واهميته صناعه مورثه الانسولين، مستر دي يعني هنتكلم عنها بالتفصيل في الاخر. في ناس عندهم مرض اسمه مرض البول السكري، السكر، اعمل ايه؟ قال لك خلاص بسيطه، روح لشخص سليم لخلايا بيتا بتاعته. اشمعنى؟ هيبقى بروتين الانسولين جواه مفعل يعني نشط، خد جزء منه طبعا بانزيم الكسر، يعني ده هنتكلم عليه في الاخر، بس المهم كمعلومه دلوقتي، خد الانسولين ده خد جزء منه. حلو قوي. طب بعد كده اعمل ايه؟ طبعا هننسخه والكلام ده كله، وبعد كده حطه مع البلازمين، فلما يتضاعف الدي ان ايه الرئيسي يتضاعف معها البلازمين. حقيقيات النواة ثبت وجود البلازميدات في خلايا فطر الخميرة، الأوليات تحتوي بعض الخلايا البكتيرية على واحدة أو أكتر. رسم يوضح الدي ان ايه في بدايات النواة أهو، أهو بيكون في شكل إيه؟ دائري. أهمية البلازميدات قلت لك تستخدم على نطاق واسع في الهندسة الوراثية، بيستغلها العلماء في اللي هو بيدخل ليها كمية كبيرة من الحاجات اللي هو عايز يضاعفها، فيحصل على نسخ كثيرة من هذه البلازميدات. وده شكلها اهو، بكتيريا ألف دي مثلا مقاومة للمضادات الحيوية المالحة، بكتيريا ب ما عندهاش الجزء ده، فأعمل إيه؟ أخلي ما بينهم اتصال هنا وهنا، فيعمل لي بكتيريا ب تحمل مضادات حيوية، يعني اخد الجزء من الف اقوم حطه لبه، طبعا بعد ما ضعف واطلع منه مئات النسخ. اماكن الدي ان ايه قلنا موجودة في البكتيريا وموجودة في البلاستيدات،
توجد في البكتيريا والبلاسيدات. ده حتى كان يعتقد العلماء ان هي حاجات متطفلة عليها، عضيات توجد في سيتوبلازم حقيقيات النواة، ده طبعا بتاع الطاقة وده طبعا بتاع البناء الضوئي، تشبه جزيئات الدي ان ايه التي توجد في اوليات النواة. جميل. وده كده مخطط يوضح ان الميتوكوندريا والبلاسيدات نشأت داخل خلايا اوليات النواة. اهي خلية بدائية لها القدرة على التنفس، عندها ميتوكوندريا لها القدرة على عملية البناء الضوئي عشان عندها بلاستيدات. جميل قوي. عندك بقى حاجة اسمها تركيب الصبغي. خلاص عرفنا ان الصبغي ليه تركيب بتاعه، بيكون الدي ان ايه بتاعه بيمتد من طرفي الصبغي الى الطرف الاخر. قلنا يدخل في تركيب الصبغي جزء واحد من الدي ان ايه، ده طبعا قبل التضاعف، في فرق من الصبغي، عدد الصبغي ومادة التضاعف، فخد بالك من النقطة دي. يمتد من احدى طرفيه الى الطرف الاخر، ده هو بص بيمتد من احدى الاطراف للطرف الاخر، او طبعا النقطة دي كان اسمها السنترومير اللي بتوصلهم ببعض. يلتف جزء الدي ان ايه ويطوى عدة مرات ويرتبط بالعديد من البروتينات. بص حبيبي، الكروماتين ده عبارة عن دي ان ايه زائد بروتين. البروتين ده نوعين، هيستوني وغير هيستوني. الهيستوني في حاجة اسمها الارجانين واللايسين. طيب الغير هيستوني، الغير هيستوني ممكن يكون تركيبي او تنظيمي، وكل ده هناخده مع بعض دلوقتي. فبص معايا، البروتينات الهيستونية مجموعة محددة من البروتينات التركيبية الصغيرة توجد في كروماتين اي خلية بكميات ضخمة، وتحتوي على قدر كبير من الحمضين الامينيين القاعديين الارجانين واللايسين. عايز اعمل لك بس حاجة بسيطة، الحمض الاميني ده حبيبي على ما تتذكر يعني هو عبارة عن C-COOH-NH2 وفوق H وتحت R. الار دي حبيبي موجبة الشحنة. طب حلوة قوي. بص بقى، انا عايز امسك البروتين الهيستوني ده اخليه مع الدي ان ايه عشان نلفهم، ما انا عايز اكثف الدي ان ايه 100,000 مرة. فبص ركز معايا، لو انا جبت النيوكليوتيد او C1 C2 C3 C4 اقفل C5 BO4. بص بقى البي او 4 دي سالبة، فيحدث ما بينهم تجاذب. يبقى بص انا بفصل لك كل جملة والله على قد ما اقدر. ترتبط البروتينات الهيستونية بقوة مع مجموعات الفوسفات السالبة لان الالكايل موجب اهي وتحمل شحنات موجبة، بينما الفوسفات سالبة. خد دي سكرين عشان تبقى ايه موجودة معاك. البروتينات الغير هيستونية دي بتكون مجموعات متجانسة، دي غير متجانسة، دي في منها التركيبي وفي منها التنظيمي. التنظيمي بيحدد اذا كانت الشفرة هتبني ولا لا. بص انا عايز اقولك على حاجة، الدي ان ايه حبيبي هو الجينات. الدي ان ايه حبيبي، الدي ان ايه وظيفته يا يبني بروتين يا شفرة، يا يعمل بروتين يا يعمل ار ان ايه. غير كده هو لا يعتبر شفرة، يعني اجزاء لا تمثل شفرة اللي هتكون بره البروتين والار ان ايه. فتمام كده، فلازم تبقى فاهم الجزء ده كويس. فالدي ان ايه هو الجينات، فقال لك هو مجموعة غير متجانسة من البروتينات التركيبية والتنظيمية. الغير او الغير هيستوني التركيبي تدخل في بناء تراكيب محددة في جزئية الدي ان ايه، وتلعب دور رئيسي في التنظيم الفراغي له داخل النواة. يعني ايه؟ اي حاجة لها تنظيم. يعني بص الشاشة دي مثلا لها شكل معين، النواة من جوه حبيبي بيبقى لها شكل، فيها نووية وفيها سائل نووي، ومن بره فيها غشاء نووي، وفيها كروماتين ليه شكله بيتحول الى كروموسوم. الكلام ده كله اللي بينظم الشكل الفراغي جوه ده حاجة اسمه البروتين الغير هيستوني التركيبي. لكن التنظيمي ده بيحدد اذا كان شفرة الدي ان ايه، ما هو الدي ان ايه يا حبيبي في كل الجينات. الجينات دي يا تبني بروتين يا تبني ار ان ايه بانواعه، اما ار ان ايه تي ار ان ايه. فلو ما بناش دول او ما بناش البروتين يبقى لا يمثل شفرة. فخليك عارف النقطة دي كويس قوي. ستستخدم في بناء الار ان ايه والبروتين والانزيمات ام لا؟ لان الانزيمات دي حبيبي مواد بروتينية. الله ينور يا دكتور.
خطوات بقى تكثيف الدي ان ايه. قال لك لو امكن فرد الدي ان ايه يصل طوله ل 2 متر، فانا عايز ادخله الخليه 2 الى 3 مايكرون، اعمل ايه؟ قال لك هكثفه. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك بص بسيطه جدا، قال لك هات الدي ان ايه حطه حوالين الهستون عن طريق جوه التجاذب بين الموجب والسالب، فهيكون اشرطه، الاشرطه دي اسمها نيوكليوسومات، عامله زي البكره، بكره بكره. طب ماشي هعمل ايه؟ قال لك ده مش كافي، انا هعصره 10 مرات، ده مش كافي. قال لك انا محتاج 100,000 مره. خلاص نيوكليوسومات هي عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه وهستون، يبقى النيوكليوسوم بيساوي دي ان ايه زائد هستون. طب انت عايز تعمل ايه؟ قال لك عايز اقصره تاني. قال لك خد الجزء ده دي ان ايه وهستون وحط معاه غير هستوني، فيتحول الى كروماتين مكثف. بس خد بالك انزيمات التضاعف ما تقدرش توصل له في الحالة دي، على الأقل رجعه تاني النيوكليوسوم على الأقل. يبقى هنا يلتف جزيء الدي ان ايه حول مجموعات البروتينات الهستونية مكونة مجموعة من النيوكليوسومات، مما يؤدي إلى تكسير الدي ان ايه عشرات المرات، ولكن لابد أن يكسر جزيء الدي ان ايه 100,000 مرة حتى تستوعبه الخلية. اعمل ايه؟ خلاص خد النيوكليوسوم حط على غير هستوني، هتبدأ تلتف النيوكليوسومات، ولكن هذا أيضا غير كافي. قال لك هترطب على شكل حلقة من البروتينات الغير هستونية مكونة كروماتين المكثف. عندك حاجة اسمها كمية الدي ان ايه في المحتوى الجيني، ده كل الجينات. قال لك اولا ليست لها علاقة بتعقد الكائن الحي، فمثلا عندي كائن زي السلمندر عنده 30 ضعف الدي ان ايه اللي في الانسان، ومع ذلك بيكون كمية بروتين قليلة جدا جدا، فدي ملهاش علاقة. ليه؟ لان الدي ان ايه في السلمندر 30 مرة ضعف الانسان، ومع ذلك يكون مجموعة كبيرة من الدي ان ايه لا تحمل شفرات. ليه؟ قلت لك الدي ان ايه عمل لك بروتين او ار ان ايه بانواعه التلاتة حبيبي وكفاءة، ما عملش كده انت لا تمثل، لا تمثل شفرة، انت حقير، ما ينفعش، لازم تعمل لي كده. في مشكلة كده حبيبي؟ الله ينور. طيب بص الدي ان ايه المتكرر، يعني ايه متكرر؟ هستخدمه ان شاء الله في الار ار ان ايه اللي هو في بناء الريبوسومات، وده من اكتر الحاجات اللي هتستمتع ان شاء الله بشرحها معانا. الدي ان ايه المتكرر يعني في جينات متكررة كتير جدا، وعلى فكرة في منها اللي بحتاجه بيمثل شفرة ولا، يعني مثلا كان في الدي ان ايه المتكرر اللي هو بيكون 600 نسخة. ال 600 نسخه دي كتير ولا قليل؟ كتير، يعني محتاجه سرعه ولا بطء؟ سرعه. فدي انا برجع ليها في الدي ان ايه المتكرر، عاده ما يوجد في الخليه نسخه واحده، حقيقيات النواه تحمل مئات النسخ من الجينات الخاصه ببناء الار ان ايه الريبوسومي والهستونات. ما احنا اتفقنا ليه هذا منطقي، لان وجود العديد من النسخ لهذه الجينات يسرع من انتاج الخليه للهستونات. انا مثلا في مكان عندي مثلا 10 طبعات، وعندي مثلا عايز اخلص 100,000 ورقة، زي المكان اللي فيه مطبعة وهيخلص 100,000 ورقة؟ لا، يبقى وجود العديد من النسخ يسهل لي في سرعة انتاج الخلية للهستونات. طب حاجة تانية بقى ما تلزمنيش، قال لك في حشرة الدروسوفيلا ذبابة الفاكهة لقينا ان في تتابع اتكرر 100,000 مرة، هنا 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 متكرر 100,000 مرة. قال لك التتابع ده اسمه AGAAG، وهو لا يمثل شفرة، لا بنى بروتين ولا بنى RNA، فهو غير معلوم الوظيفة. طب ايه تاني اجزاء لا تمثل شفرة؟ طبعا مع المحتوى الجيني قلنا خلاص كل الجينات، وبالتالي كل الدي ان ايه. يحتوي الدي ان ايه على الجينات التي تحمل المعلومات اللازمه لنسخ. ايه هي؟ تتابع النيوكليوتيدات المسؤول عن بناء المركبات البروتينيه، ما قلنا خلاص عايز تبني بروتين ارجع للدي ان ايه. تتابع النيوكليوتيدات الذي يدخل في بناء الريبوسومات. بص من الاخر الدي ان ايه في جينات، الجينات دي تقدر تعمل لك بروتين وتقدر تعمل لك ار ان ايه، ار ان ايه ده يعمل لي الانواع الثلاثه، ام ار ان ايه، ار ار ان ايه، تي ار ان ايه، فانا اقدر اعمل الثلاث انواع. قال لك تتابع النيوكليوتيدات الذي يحمل الاحماض الامينيه اثناء بناء البروتين التي ار ان ايه. الار ار ان ايه ده هيبقى على استحياء قوي 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 في بناء البروتين. التي ار ان ايه هو الناقل للاحماض الامينيه.
اجزاء دي ان ايه لا تمثل شفرات، اتفقت انا وانت خلاص. دي ان ايه بنا بروتين، بنا ار ار ان ايه تي ار ان ايه ار ان ايه، هو كده تمام، غير كده لا يمثل شفره. قال لك الحبيبات الطرفيه الموجوده عند اطراف الصبغيات، ده كده مثلا صبغي وده كده مثلا صبغي، في هنا حبيبات طرفيه، دي كده لا تمثل شفره، بس يعتقد ان هي بتحمي من التحلل. 30% من المحتوى الجيني لحقيقيات النواه، ليه؟ لان 70 في اكتر من 70% ده يمثل شفرات، اقل منها لا يمثل شفرات. معظم المحتوى الجيني في الاوليات بيمثل، خد بالك من دي، من النقطه دي. وظيفه الدي ان ايه الذي لا يحمل شفره، يعتقد انه يعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبها، ويمثل اشاره للمناطق التي يبدا عندها بناء الام ار ان اي. يلا بينا بقى ندخل على جزء مهم جدا 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 اسمه الطفرات. والطفره وتغير يحدث، بيغير شكل حاجة معينة فبيؤدي إلى حاجة أخرى معينة منها. مصر يعني إيه الكلام ده بالبلدي أوي، فهمنا بقى كلام علمي. الطفرة حبيبي بتحدث مثلا كل سنة من 2 ل 3 طفرات، من 2 ل 3 طفرات، من 2 ل 3 طفرات، فيبدأ يغير شكلك، يبدأ يغير شكلك، يبدأ يغير شكلك، على مدار عمرك بيبدأ شكلك كله يتغير. فيقول لك إيه؟ مثلا انا دلوقتي مثلا لو انا عمري 20 سنة، كل مثلا في السنة مثلا قلت 2 تغير، يعني حصل لي 40 تغير. فلما اتجوز مثلا وانا عندي 20 سنة مثلا 40 تغير، وواحدة عندها 20 سنة 40 تغير، يعني 80 تغير، يطلع الابناء مختلفين خالص. فدايما يقول لك كل لما تتجوز صغير التشوهات اللي هي اللي هتبقى موجودة بتقل، لان التغيرات مش هتبقى كبيرة. فانا هبدأ بقى، وعلى فكرة يعني اغلب الطفرات بتكون غير مرغوبة، قليل قوي لما بلاقي طفرة حلوة. لو حلوة تبقى مرغوبة حقيقية تورث، لو لا تبقى غير حقيقية لا تورث. ويلا نبدأ في الجزء ده، هنبدأ نقسمها تبعا لنوعها. طفرات جينية دي بتحصل في الجين نفسه، طفرات صبغية بتحصل في الصبغ نفسه. فانا عايز اقول لك على حاجة، لو ده مثلا ده كده مثلا صبغي مثلا A G C T A G، لو اتغير حاجة في الحروف يبقى في الجين، الجين لا يؤثر على الصبغي. لكن لو الصبغي نفسه هو اللي اتأثر، اللي بره يأثر على الجين. يعني مثلا انا قاعد هنا في الأوضة، لو مثلا القلم ده حصل له حاجة، الأوضة ثابتة، حاجة حصل لها حاجة، الأوضة ثابتة، لكن الباب بتاعها نفسه لو حصل له حاجة، لا انا بقيت معرض للخارج. ده نفس الكلام، الجين لو جوه يبقى في الجين نفسه، ما يأثرش على الصبغ كله، لكن الصبغ يأثر على الجين كامل. هنا طفرات تحدث نتيجة لتغير كيميائي في تركيب الجين. يعني ايه تغير كيميائي في تركيب الجين؟ يعني مثلا اقول لك A T G C، ده مثلا جين. مثلا اقول لك يحصل A T G، ادي فقد A T G C E، اضافة A T C G، استبدال A T G C C، تكرار A T G C A T G C. بص كل دي حاجات بتكون جينية، انا بتكلم على الجين من جوه، ما اتكلمتش اللي انا هشيل حتة من الصبغي احط حتة ابدل 180 درجة، لا انا بتكلم على الجين من جوه. فكل ده جيني، دي يعني كمعلومات ايه خليك عارفها عشان اشكال الامتحان ان شاء الله. فانا عندي الطفرة الجينية، طفرات تحدث نتيجة تغير كيميائي في تركيب الجين، الجين لا يؤثر على الصبغي بينما الصبغي بيؤثر على الجين. في مشكلة كده حبيبي؟ قال لك هنا الطفرات قد تحدث نتيجة التغير فيه. تعال نشوف هنا، جين سائد الى متنحي، وده الشائع. يعني بص دلوقتي انا مثلا لو جينا مثلا قلنا عدد الناس السليمة الى عدد الناس المريضة، اكيد السليم كتير ده السائد،
المريض قليل ده المتنحي، فتحول جين سائد الى متنحي يسبب مرض، او جين متنحي الى سائد، وده حالة نادرة جدا. لكن هنا الطفرات ممكن تكون في اعداد الصبغيات، زيادة نقص او تركيب الصبغ نفسه بقى، السبدال 180 درجة اللف، الكلام ده كل ده هنتكلم عنه. اعداد الصبغيات بالزيادة او بالنقص او بالتضاعف، يعني 2 نون تبقى 4 نون وما تنفصلش. بص معايا، انت المفروض حضرتك عارف ان الحيوان المنوي، او تعالى اشرحها لك كاملة سريعا. بص كده معايا، بص معايا، المفروض الذكر بيكون اكس واي زائد 44، الانثى بتكون اكس اكس زائد 44، لعل وعسى ربنا يكرمنا بيها. قالك الذكر هيبدا يعمل حيواناته المنويه بالميوزي، فيبقى اكس زائد 22 او واي زائد 22. الانثى تعمل ميوزي فتبقى اكس زائد 22 او اكس زائد 22. طب ايه المشكله؟ قالك ساعات يحصل مشكله في بويضات الانثى، يحصل طمع. ازاي الطمع هنا بقى؟ بص كده معايا، يجي الاثنين اكس ينفصلوا عن بعض، لا ينفصلوا عن بعض، لا ينفصلوا عن بعض ابدا، فينزلوا 2 اكس في بويضه وزيرو في بويضه تانية. دي شاذه بزياده 1 اكس، ودي شاذه بنقص الاكس، كارثه. يلا بينا نشوف اللي هيطلع. لو قلنا ده الاول ده الثاني، ده الاول ده الثاني، يلا حته ورصه من اولى ثانوي. الاول مع الاول ينزل اكس 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 زائد 44، انثى تعاني من تضاعف صبغي زياده، اول مع ثاني 0 اكس زائد 44، وده بتكون حاله انثى ترنر بالنقص، بتكون عقيمه بس حياتها بتستمر. هنا مثلا التاني مع الاول اكس اكس واي زائد 44، ذكر كلاينفلتر بيظهر عليه عوارض الانوثه زي كبر الثدي والكلام ده كله، بيكون عقيم بس حياته بتستمر. التاني مع التاني 0 واي زائد 44، وطبعا انت عارف ان اكس هو كروموسوم الحياه، فبدونه يحدث اجهاض، فدي كده بواي ده يحدث لها اجهاض، ده كده الزياده او النقص، او ممكن زي ما قال لك التضاعف. التضاعف مثلا اللي هي تبقى كده، مثلا المفروض هي 2 نون، وهنا تبقى لما تتضاعف 4 نون، المفروض بقى ترجع تاني 2 نون و2 نون، لا تفضل زي ما هي 2 نون و2 نون، ما يحصلش انفصال للغشاء الفاصل ما بينهم، فتفضل زي ما هي 4 نون. اللي بعده تركيب الصبغي، يا اما تبادل يا اما انفصال يا اما زياده او نقص. يعني ايه تبادل؟ يعني مثلا ده كده مثلا اهو، لازم حضرتك تكون فاهم معايا كل كلمة، وده كده مثلا اهو. التبادل اللي انت تقصده ايه؟ ان يبقى بالمنظر ده، بص كده يبقى بالمنظر ده، ده كده التبادل. ايه اللي حصل هنا؟ حصل تبادل جزء بجزء، فأدى إلى حدوث صبغية أو انفصال، يتقلب يبقى 180 درجة، ف 180 درجة تؤدي إلى طفرة، زيادة أو نقص. أخد مثلا حتة من هنا مثلا أقوم زودها هنا كده، يبقى ده كده زيادة، أخدت من هنا نقصت من هنا وزودت من هنا، يبقى أنا كده كل ده بتكلم في نوع الطفرات. هنا في أعداد الصبغيات وتركيب الصبغيات، ودي خلاص عرفناها. طبعا بقى طبعا انت عندك في عالم النباتات مثلا تبقى 2 نون 4 نون 8 نون وهكذا، بتطلع ثمار كبيرة الحجم حلوة المذاق. طيب التضاعف الصبغي في الانسان مميت، ما ينفعش يبقى 3 نون، بس في بعض المناطق يحصل فيها تضاعف صبغي زي الكبد. الكبد ده مهم جدا، بنكرياز، الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا في الجسم. طيب هنتكلم بعد كده تبعا لتوارثها، لو مرغوب فيها حقيقيه تورث على مدى الاجيال زي سلاله انكون، دي كده مرغوب فيها، اللي هي الارجل القصيره ومقوسه، فبالتالي ما ضرش الحظيره، غير حقيقيه لا تورث عبر الاجيال زي السرطان.
الكلام ده اللي هيورث مثلا حقيقيه بيورث زي بتاعه السلاله اس وار، ما بتتورث تبع لاهميتها غير مرغوب فيها. يعني انا مش عايزها زي العقم في النبات والتشوهات في الانسان، ده كده مش هيفيدني. مرغوب مع العقم في النبات، انا كده مش هعمل على اكثر ما بقى عقيم. هنا طفرات زياده المحاصيل والطفره التي ادت الى ظهور سلاله انكون، دي كده عايزها اللي هي الارجل القصيره ومقوسه. المشيجيه، المشيجيه دي حبيبي في الامشاج، لو في الامشاج تضر الابناء، لو في الامشاج تضر الامشاج، لو جسميه لا تضر، لو في الامشاج تضر الابناء، الجسميه لا تضر الابناء. يبقى دي تحدث في الخلايا التناسليه، تتم في الكائنات الحيه التي تتكاثر تزاوجيا، تظهر كصفات جديده على الجنين. يبقى دي كده تضر الابناء. الجسميه هنا في الخلايا الجسدية أكثر شيوعا في النباتات، وهنا لا تضر الأبناء، يعني مش هيحصل حاجة. يعني مثلا في اليوم مثلا اللي الابن مثلا حصل إخصاب للبويضة، كان اليوم ده الأب حصل له في جسمه سرطان، هل هيجي للابن؟ لا، هو حصل في جسمه جسمية، يبقى إذا لا يضر الأبناء. تبعا لمنشأها طفرة تلقائية ومستحدثة تلقائية، سبب حدوثها بيكون بسبب الأشعة الفوق بنفسجية، الأشعة الكونية، وأهميتها تلعب دورا في تطور الأحياء. هنا تحدث بتدخل الإنسان عن طريق أشعة جاما أو إكس أو الكلام ده كله، هنا بقدر أحصل عليه على ثمار كبيرة الحجم حلوة المذاق، اللي قبل كده بتكون أكثر طولا وأكبر حجما. هنا العوامل اللي بيستخدمها قلت لك زي الاشعه الجاما والكلام ده كله، عوامل طبيعيه او كيميائيه زي غاز الغردل، الكوليشيسين، الكلام ده كله، او النيتروز ده انا اقدر اصنع بيه البنسلين، واقدر استخدم الحاجات اللي هي الطفرات المضره واقدر استخدم النافع منها. زي قلت لك لو انا مثلا عندي هنا قمه، مثلا القمه الناميه دي اقدر اعملها مثلا بالكوليشيسين، اقدر اموت محتوياتها فيتضاعف ما تحتها يبقى 4 نون، وهكذا. كده حبيب قلبي يكون جزء الطفرات كامل انتهى، ونبدأ مع بعض يلا الأحماض الأمينية. وطبعا انت عارف ان البروتينات نوعين، تركيبية وتنظيمية. تركيبية في تراكيب معينة، تنظيمية بتنظم زي الهرمونات، الإنزيمات، الأجسام المضادة. تركيبية زي الكرياتين، زي الكولاجين اللي هو بيدخل في تركيب النسيج الضام، وخد بالك ده اللي تحت الجلد لأن الجلد ده بيكون طلائي. الكلام ده كله زي مثلا خيوط الميوسين، خيوط الاكتين. بعد كده بدات اخد الوحده البنائيه للبروتين، عرفت ان هي الحمض الاميني سي سي او او اتش ان اتش 2 واتش ومجموعه الالكايل. قال لك عدد الاحماض الامينيه بيكون 20 حمض، هقسمهم 19 منهم فيهم مجموعه الالكايل، وواحده بس بشيل الار واحط مكانها اتش، يبقى اتش بدل الار، وده كان اسمه الجلايسين. فخد بالك لو حمض اميني واحد هو حمض اميني، لو اتنين ثنائي الببتايد، اكتر من كده عديد الببتايد. الرهابط اللي هنا حبيبي اللي بيديها شكله الهيدروجينيه، اللي ما بينها وما بين بعض بعتبرها تساهميه، اللي ما بين حمض اميني والتاني بعتبرها روابط ببتيدية. وطبعا عشان حمض اميني وحمض اميني تاني عشان اعمل ما بينهم تفاعل، بعمل تفاعل اسمه تفاعل نزع جزيء الماء. تفاعل نزع جزيء الماء ده حبيبي بنزع واحدة او اتش من مجموعة كربوكسيل مع واحدة اتش من مجموعة الامين. جميل قوي. تختلف عملية نسخ الام ار ان اي وترجمته الى بروتين في اوليات النواة عن حقيقيات النواة. ازاي؟ نسخ وترجمة الام ار ان اي في الاوليات. اولا التضاعف والنسخ والترجمة بيتم في السيتوبلازم، لكن في حقيقيات النواة النسخ والتضاعف في النواة، الترجمة حبيبي لازم تتم في السيتوبلازم. قال لك هنا بيكون في انزيم بلمره ار ان اي واحد لكله، للام ار ان اي، للار ار ان اي، للتي ار ان اي. يتم ترجمه الام ار ان اي، هتكلمك عنه بالتفصيل، الى البروتين المقابل بمجرد بنائه من الدي ان اي. يعني اول لما يتبنى هوب ترجمه، لكن هنا لازم الاول انتهي من العمليه كامله ثم ابدا اشتغل عليه في الترجمة. هنا يتم ترجمته الى بروتين، بينما ممكن يكون الام ار ان اي
لسه في مرحلة البناء وانا بترجم. لكن هنا لازم يكون كل نوع ليه انزيم برمرة معين خاص بيه، وما بيترجمش الا لما اخلص بناء الام ار ان ايه. يبقى هنا طول ما الام ار ان ايه بيتعمل انا بترجمه، يتعمل انا بترجمه، هنا لا لازم يخلص كامل بعد كده ارجع اعمله. فبص يلا بينا، ده كده حبيبي الام ار ان ايه. قال لك بيتم اضافة لي حاجة الاول الام ار ان ايه لما بيجي ابدأ انسخه لازم انسخه من الطرف 5 إلى 3، يعني لازم يكون الاصل من 3 لـ5، يبقى هو من 5 لـ3. بيكون عندي كودون اسمه كودون البدء AUG. طبعا اي حاجة بتتنسخ اي انا بعمل ام ار ان ايه، يعني ايه مصر ام ار ان ايه؟ يعني نوع من انواع الار ان ايه، يعني هيمثل شفره، يعني طالما هيمثل شفره يبقى جاي من جين، جين يعني جاي من دي ان ايه، يبقى ده كده الايه مكانها تي، يعني الايه لما رجعها ترجع تي. اليو بتبقى ايه والايه بتبقى يو في الار ان ايه، فالايه قصادها تي، اليو قصادها ايه؟ الجي قصادها سي. طيب هنا عندي كودونات الوقف يو اي اي يو جي اي يو اي جي. اليو اي اي بتيجي من الاي تي تي، يو جي اي بيجي من اليو قصادها ايه سي تي، يو قصادها ايه تي سي. ده اللي انا بجيبه من الدي ان ايه نفسه. فقال لك انا اهو شغال هبدا اضيف موقع اسمه موقع الارتباط بالريبوسوم، اللي هو الريبوسوم اللي هيجي يرتبط بيه. قال لك بص وانا بنسخه هو بيكون عباره عن خط كده، بيكون في حاجه اسمها اكسون ودي بتمثل شفره، وحاجه اسمها انترون ودي لا تمثل شفره. هو بيتنسخ باكسونه وانترونه بكله، بعد كده ببدا الاجزاء اللي فيها انترون اللي تمثل شفره ابدا اشيلها. يبقى هو بيتنسخ عادي في النواه، هبدا انا عايز اطلعه للسيتوبلازم، ما ينفعش اطلعه كده سايح، لا لازم اديله حاجات تقدر اللي هو تخليه واقف على ارض صلبه. يبقى اول حاجه بديله كودون وقفه او بكودون بدءه، كودونات وقفه، موقع ارتباطه بالريبوسوم عشان ما يبقاش ماشي مع نفسه كده، لا لازم حاجه توجهه. ببدا انسخه من الدي ان ايه من الجينات بتاعته بالاكسون والانترون، اكسون تمثل شفره انترون لا تمثل شفره. بعد كده ببدا اجي اقص الانترون كامل. طب هسيبه كده؟ قال لك لا، عشان ما يتحللش بفعل الانزيمات هبدا اضيف له زيل اسمه زيل عديد الادينين بيتكون من 200 قاعده ادينوزين، وابدا اخرجه لبره عادي جدا الى السيتوبلازم. فده كده حبيبي كل اللي انت هتحتاجه عن الام ار ان ايه. خد بالك انا كده ببني حاجات ليها شفره، الزيل عديد الادينين ده لا يعتبر عندنا لا يمثل شفره، الانترون لا يمثل شفره، وهكذا. يبقى ينسخ الام ار ان ايه من احدى الشريطين. بس في معلومه في التضاعف، الشريطين الاصليين لما بيتفكوا ما بيرجعوش تاني، لان كل شريط بيكون شريط قصاده. لكن في النسخ الشريطين بينفصلوا، واحد بس بيعمل كقالب للتاني عشان يبني الام ار ان ايه وارجع اربطهم تاني ببعض. فخد بالك من النقطه دي، ينسخ الام ار ان ايه من احدى شريطي الدي ان ايه بارتباط انزيم بلمره الار ان ايه بتتابع النيوكليوتيدات على الدي ان ايه يسمى المحفز. تمام، يبقى بينسخ، وعند البدايه بيبقى فيه، يعني مثلا انا هنسخ من هنا بيبقى فيه جزء هنا بسميه المحفز اللي انا هبدا من عنده. طبعا لو مثلا لو هنقول مثلا هنا 3 5، فانا هبدا من هنا 5 3. فخد بالك من النقطه دي كويس قوي. بعد كده ينفصل شريطات دي ان عن بعضهما حيث يعمل احدهما مش الاثنين كقالب لبناء الام ار ان ايه، يكون القالب في اتجاه 3 لـ5، ده الاساسي، فيتبنى هو من 5 لـ3. يتحرك الانزيم على امتداد جزيئ الدي ان ايه حيث يربط الريبونيوكليوتيدات المتكامله مع الشريط النامي واحدا بعيدا عن الاخر. اهو يبقى انا هبدا اهو هبدا افصل، واحد هيعمل كقالب للتاني عشان يتبنى من 5 لـ3. اهي القواعد اللي حضرتك شايفها. الار ار ان ايه الريبوسوم صدقني في تخليق البروتين مش هيتذكر، هو بيعمل كجزء غير مباشر في التخليق، بس مش هو اللي هيخلق، لا هو كجزء بسيط بس قوي منه.
طب ده هيعمل ايه؟ قال لك بص، يدخل اربعه انواع مختلفه من الار ار ان ايه مع حوالي 70 نوع من عديد البيبتايد في بناء حاجه اسمها الريبوسومات. في فرق بين الريبوسومات وبروتينات الريبوسومات، عضيات بناء البروتين في الخليه. طيب ماشي. قال لك يتم بناء الريبوسومات، الريبوسومات في حقيقيات النواه في النويه، لان النواه حبيبي اهي بيكون فيها نويه، انا هبدا ابني الريبوسومات في النويه، يبقى الريبوسومات كده على جنب فين؟ الله ينور، في النويه. طب ايه تاني؟ بروتينات الريبوسومات نفسها في السيتوبلازم، وتاخد بعضها وتخش معاها للنواه. يبقى حلو قوي، يبقى انا هبدا استغل اربع انواع من الار ان ايه مع حوالي 70 نوع من عديد البيبتايد. بص بقى، يتم بناء الاف من الريبوسومات، الاف يعني عدد كبير في الساعه، يعني وقت قليل، يبقى انا كده محتاج تكرار جينات الدي ان ايه المتكرر عشان يقدر يطلع لي الكميه الكبيره اللي انا عايزها في خلايا حقيقيات النواه، اي بمعدل سريع، وذلك لان الدي ان ايه في حقيقيات النواه يحتوي على اكثر من 600 نسخه الدي ان ايه المتكرر من جينات الار ان ايه الريبوسوم الذي يشترك في بناء الريبوسومات التي تحتاج اليها الخلايا بكثره. الحته اللي جايه، عندما لا يكون الريبوسوم قائما بعمله في انتاج البروتين، انا بيكون عندي تحت وحدتي الريبوسوم صغيره وكبيره، كل واحده بترتبط مع المقابله، يعني كبيره مع صغيره، صغيره مع كبيره، كبيره مع صغيره، وهكذا. لما بينفصلوا عن بعض اعرف ان كده كل واحده سابت التانيه، فكده انا مش شغال في تخليق البروتين. بص بيقول لك ايه، وقد يرتبط كل منهما بتحت وحده اخرى من النوع المقابل. يعني ايه من النوع المقابل؟ يعني الكبيره مع الصغيره والصغيره مع الكبيره. تعالى كده عشان اوريك شكلهم، وده كده شكلها، دي تحت الكبيره اللي هي بتحتوي على البيبتيدايل والامينو اسايل، ودي تحت الصغرى. لما بينفصلوا يبقى كده عملهم وقف نهائيا. في مشكله كده حبيبي؟ الله ينور يا دكتور. عندك بقى التي ار ان اي، التي ار ان اي اللي شكل ثابت اللي هو موقع مضاد الكودون، وعندي حاجه اسمها النهايه. يبقى انا عندي الدي ان اي هعمل له تضاعف، التضاعف بعد كده هعمل له نسخ، بعد ما اعمل له نسخ هعمل له ترجمه للبروتين. بس النسخ ده يا اما ام ار ان اي، يا اما تي ار ان اي، يا اما ار ار ان اي. يبقى انا ماشي تضاعف ثم نسخ ثم ترجمه. يقوم، اسمع بقى كام جمله دي عشان في غايه الاهميه، يقوم حمض التي ار ان ايه بنقل الاحماض الامينيه الى الريبوسومات اثناء تكوين البروتين. يبقى هينقلها للريبوسومات. ما هو لما تيجي الحمض الاميني مقابل الكودون مع الكودون يتقابلوا تحت الوحدتين يضغطوا عليهم، فكده يحصل ما بينهم تزاوج اثناء تكوين البروتين، حيث يكون لكل حمض اميني نوعا خاصا من التي ار ان اي. مثلا اي جي سي تي، لو قلنا دي 2 دي 4 دي 5 دي 2، 2 و 4 6 و 5 يبقى احنا كده 11 و 2 13، 13 حمض اميني، يعني 13 تي ار ان ايه. طب لو قلت لك هات لي الانواع، والله الانواع المتكرر يحذف، دول 2 يعني واحده، دول 4 يعني واحده، دول 5 يعني واحده، دول 2 يعني واحده، يبقى 4. فخد بالك من النقطه دي. يقوم بالتعرف عليه ثم نقله، ولكن الاحماض الامينيه، بص بص، التي لها اكتر من شفره لها اكتر من نوع من التي ار ان ايه، لذا يكون عدد التي ار ان ايه اكتر من 20، وانت عارف ان الشفرات 64، 3 لا يمثلوا شفره، يبقى يتبقى 61 حمض اميني ب 61 تي ار ان ايه. بص بقى اللي جايه حلوه قوي، والله حلوه قوي. ينسخ التي ار ان ايه من جينات التي ار ان ايه، جينات يعني دي ان ايه. يبقى انا عشان انسخ التي ار ان ايه محتاج الجينات بتاعته، الجينات دي مش موجوده غير على التي ان ايه.
الموجودة على شكل تجمعات. تجمعات يعني فرادة ولا جنب بعض؟ أنا بقول لك تجمع، تجمع يعني حوالين بعض، يبقى على شكل تجمعات على نفس الجزء من جزيء الدي ان ايه. يبقى خد بالك من النقطة دي، التي ار ان ايه من الدي ان ايه، ار ار ان ايه من الدي ان ايه، ام ار ان ايه من الدي ان ايه. يعني كو بص انا عايز اقول لك ان الدي ان ايه هو البابا اللي معاه كل حاجة، بس قاعد في مكانه بيحرك، بيحرك شطرنج، بس هو اللي معاه المعلومات الكاملة عن كل حاجة. لكل جزيئات التي ار ان ايه نفس الشكل العام، حيث تلتف اجزاء من الجزيء لتكون حلقات تحتفظ باشكالها بازدواج القواعد في مناطق مختلفة من الجزيء. مثلا مش فاهم الحتة دي، بص يا حبيبي انا واقف قدامك اهو، انا واقف اهو بالجرافات، هل في اي مشكلة فيها؟ لا. انا مثلا قلعتها وشلتها وحطيتها زي ما هي في مكان، جيت عايز البسها تاني، قمت واخدها حطيتها ولبستها، هل في اي تغير؟ لا، جميلة زي ما انت شايف. طيب انا بقى قمت شايلها خالص وفككها وحطيتها، جيت احطها تاني، هترجع زي ما كانت؟ لا. نفس الكلام، ازدواج القواعد مع بعضها والتفافهم في حلقات بيخليها تحتفظ بشكلها، وانا مثلتها لك بحتة الجرافات. طبعا الرسمة اهي، طبعا دي البداية، هو 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 هو، وده موقع مضاد الكودون. طبعا الكودون نفسه بيكون على الام ار ان ايه، مضاد الكودون على التي ار ان ايه، في نهايته بيتكون حاجة اسمها سي سي اي. يبقى هنا السي سي اي على التي ار ان اي، جابها له في دور اول 2021، وسؤال قاتل طلب منه اللي على الدي ان ايه سي سي اي، يبقى جي جي تي كان قاتل، وهنحله مع بعض. بس فكره العيل شاف السي سي اي يلا عليها، لا ده كان عايز اللي على الدي ان ايه. تركز وتقرا بكل تركيز عشان تقدر توصل للاجابه. قال لك موقع مضاد الكودون الذي تتزاوج قواعده مع الام ار ان ايه، مع مضاد الكودون هيقابله كودون مثلا اي يو سي او اي يو جي. مثلا لو احنا هنتكلم عن كودون البدء، الاي قصادها يلا بقى يو، اليو قصادها ايه، الجي قصادها سي، يو اي سي، وهكذا. طب هات الدي ان ايه، الاي قصادها تي، اليو قصادها ايه، الجي قصادها سي، تاج، يبقى ده كده اللي على الدي ان ايه، وهكذا. يبقى احنا شغالين مع بعض قدون مضاد قدون. والريبوسوم، حيث يحدث الزواج مؤقت بين التي ار ان ايه والام ار ان ايه، مما يسمح للحمض الامين المحمول عشان يدخل في المكان المحدد في سلاسل عديد البيبتايد. كده حبيبي اقدر اقول لك اللي احنا وصلنا لتخليق البروتين اللي هيلم اللي فات ده كله مع بعض، حطيتهولك في جزء واحد. بدء الترجمة، استطالة، استطالة وقف، امتى يوقف؟ لما يبقى عندي بروتين عامل الاطلاق مع كودون الوقف. امتى يبدأ؟ يبدأ لما يكون في كودون البدء. يلا بينا. قال لك ترتبط تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة لجزيء الام ار ان ايه الصغيرة، لجزيء الام ار ان ايه من جهة الطرف 5، تمام، بحيث يكون اول كودون اي يو جي متجه لاعلى، اي يو جي اهو متجه لاعلى. طبعا عندي هنا من ورا موقع الارتباط بالريبوسوم، تتزاوج قواعده مع مضاد الكودون. طالما سمعت مضاد يبقى التي ار ان ايه وصل بالحمض بتاعه، اي يو جي يبقى يقابل يو اي سي. يلا حصل ما بينكم ازدواج، وهنا اوعى ما تنساش القاعده او اللي هو تحت وحده الريبوسوم الكبيره، البيبتيدايل والامينو وسايل. كده الامينو وسايل فاضي مع مضاد الكودون الذي يحمل الحمض الاميني الميثونين، وهو اول حمض اميني في اي بروتين. ترتبط تحت وحده الكبيره بالمركب، يبقى انا عندي صغيره ومركب وام ار ان اي وتي ار ان اي. بعد كده ترتبط مضاد الكودون التي ار ان ايه باخر بالكودون الثاني. هبدا بقى انا هنا هملى ده، طول الشريط ده شويه. في موقع الامينو اسايل اهو حاملا الحمض الاميني الثالث، يحدث بقى تفاعل نقل البيبتيدايل، ده يبدا يتحرك كده، يلا هات هنا واتحرك. فالامينو اسايل اهو مليان، البيبتيدايل اهو، الامينو اسايل اهو
مليان، يلا روح هنا، يلا روح هنا، ببدا ابني حاجه اسمها عديد الريبوسوم، يحدث تفاعل نقل البيبتايد الذي ينتج نتيج ينتج عنه تكوين رابطه بابتدائيه بين الحمض الاميني الاول والثاني بمساعده انزيم منشط للتفاعل عباره عن جزء من تحت وحده الريبوسوم الكبيره. بص اللي جاي، يبدا بقى يتحرك الريبوسوم على امتداد الام ار ان اي بحيث يصبح ايه فارغ والبي ممتلئ، ايه فارغ والبي ممتلئ. فحينئذ انا كده ببدا اكون عديد الريبوسوم. عند وصول الريبوسوم بقى الى كودون الوقف بيبدا يستدعي عامل اسمه عامل الاطلاق الذي يفصل تحت الوحدتين عن بعض، اتفصلوا كده حصل الترجمه، انت الترجمه وقفت يحصل بقى طفره، الوقف يكون في النص وهكذا. فعلا بينا نمسح ده كده. كل حاجة حبيبي بنقولها بنحاول نحولها لك من التعقيد الى التبسيط والله. فما تقلقش الدنيا سهلة، بس لازم تكون بتقرأ كويس، بتقرأ بتمعن، تعرف تحل كويس. يبقى انا هنا عندي اهو الميسونين، هبدأ اخش على اللي بعده، هبدأ اخش على اللي بعده، ده يطلع هبدأ اخش على اللي بعده وهكذا. ده كده عملية تكوين البروتينات وتخليق البروتين. وبكده نخش مع بعض على الشفرة الوراثية. الشفرة الوراثية طبعا الاي والجي والسي والتي. قالك لو اربعة، يعني لو الشفرة وحدية هيكون اربعة بس وانا عندي 20، ده لا يصلح. قالك طب لو الاي مع الجي، الاي مع السي، الاي مع التي، الاي مع الاي، الجي مع الاي، الجي مع الجي، الجي مع السي، الجي مع التي، السي مع الاي، السي مع الجي، السي مع السي، السي مع التي، التي مع التي، التي مع السي، التي مع الجي، التي مع الاي. قال لك ده برضه غير كافي، دول 16 بس، وده غير كافي عندي، انا عايزهم اكتر من 20. قال لك خلاص يبقى ثلاثيه. فلو هي ثلاثية يبقى كده هتوصل الى 64، وده طبعا عدد كافي، وكله ليه اكتر من شفرة ما عدا الميثونين وهذا يصلح. جدول الشفرات الله يكرمك مهم مهم مهم، يمكن يجي لك السنة دي الجدول ده ويبدأ يقول لك اللي انت تستخدمه. بص حبيبي هنا دي، بص اهي A G C U، G C C A L A، G C U A L A، G C A A L A، G C G A L A. ده ليها اكتر من شفرة رغم ان هي واحدة. طب بص مثلا A U G مثلا A U G ستوب، الستوب اللي هو ايه؟ الوقف. مثلا عايز البدء مثلا A U G، ادي ايه اهي، ادي يو اهي، ادي جي اهي، ميثونين ستارت البدء وهكذا. يلا بينا حبايبي نكمل مع بعض الجزء الخاص بالهندسه الوراثيه. احنا دلوقتي عرفنا الدي ان ايه، الار ان ايه، تي ار ان ايه، الام ار ان ايه، الار ار ان ايه، وعرفنا الفرق ما بينهم وازاي بستنسخ وازاي بخلق بروتين والكلام ده كله. قال لك بعد معرفه تركيب الجين وتخليق البروتين وعرفنا ان الدي ان ايه انا اقدر اجيب منه نسخة تانية، فانا هقدر اضعفه. بعد لما هضعفه هقدر اعمل له، هجيب منه الام ار ان ايه، يعني هعمل له نسخ، بعد كده هبدأ اترجمه الى بروتين. وركز معايا عشان هنعمل عكس الكلام ده كله. أمكن نسخ ملايين النسخ من جينات مرغوبة في خلايا بكتيرية أو خلايا الخميرة. اشمعنى بكتيرية؟ يعني أوليات، يعني فيها بلازميدات أقدر أضيف معاها الحاجة اللي أنا عايزها، فتتحط في المكان اللي هيبدأ يحصل فيه نسخ. فلما يتنسخ الرئيسي يتنسخ معاه آلاف النسخ. أو خلايا الخميرة، ليه؟ ما هو ثبت إن الخلايا بتاعت الخميرة فيها البلازميدات اللي موجودة عندنا. تلاتة، مقارنة بين جينات نفس الفرد أو جينات لأفراد مختلفة، أقدر أشوف الصفات اللي عندي أقارنها بصفات تانية، وأقدر أشوف هل هيندمجوا مع بعض ولا لأ، هناخدها كمان شوية في تهجين الـ DNA. أربعة، معرفة تركيب النيوكليوتيدات اللي هي A G C T. أمكن التعرف على ترتيب الأحماض الأمينية؟ ما هو حبيبي أنا عندي الجين
هقدر اجيب منه الام ار ان ايه. والام ار ان ايه يا حبيبي ده ليه كودون، هقدر اروح اجيب مضاد الكودون ليه، فبالتالي انا قدرت اعرفها. ونقل الجينات ووظائف الخلايا النباتيه والحيوانيه. 5 بناء دي ان ايه حسب الطلب. ده قال لك تمكن العالم خرانة مع عمل نسخة من جين معين وادخله لخلايا بكتيرية فحصل على نسخة مماثلة له. ازاي؟ هو اخترع جين من عنده، اخترع حاجات من عنده وقدر يدخلها داخل خلية وحصل على نسخة مماثلة ليها. ده مش بس كده، استخدم الدي ان ايه المعد صناعيا في تجارب تخليق البروتين. معرفة تأثير الأحماض الأمينية عن طريق تغيير شفرة لاستبدال حمض أميني بحمض أميني آخر. زي إيه؟ أنا هقول لك حاجة بسيطة. لو أنا دلوقتي أنا عندي كلمة اسمها السيارة، لو أنا رحت شلت حرف الياء ده بقت اسمها سارة، فتغيير حرف أدى إلى تغيير المعنى كامل. فأنا لما أغير حمض اميني بحمض اميني اخر، الشفره هتتغير لشفره تانيه اخرى، فبدل ما كان هيتكون بروتين يتكون بروتين تاني خالص. قال لك دلوقتي هروح اعمل تهجين الحمض النووي دي ان ايه. هجيب دي ان ايه من شخص، دي ان ايه مثلا من حيوان، عايز اشوف مدى القرابه ما منهم. قال لك والله هرفع درجه الحراره المية مئويه عشان اكسر الروابط اللي موجوده عندي. بعد ما ارفعها المية مئوية هبدا اخفض الحرارة حتى يبرد الخليط وادمجهم مرة اخرى. لو اندمجوا مع بعض بسرعة اعرف ان القرابة ما بينهم موجودة. فقال لك الاساس العلمي عند رفع درجة حرارة الجزيء بتاع الدي ان ايه الى مية مئوية تنكسر الروابط الهيدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية في شريطي اللولب، ويتكون شريطان مفردان غير ثابتين. تمام. قال لك لما تخفض درجة الحرارة تتزاوج الأشرطة المفردة ببعضها لتكوين لولب مزدوج جديد، حيث انها تميل الى الوصول لحالة الثبات. ازاي؟ بص، انا هنا ده عندي جزيء وهنا ده عندي جزيء، يلا خش كسر اللي ما بينهم عن طريق رفع الدرجة. لما يتكسر هبدا امزج احماض نوويه من مصدرين مختلفين. طبعا لما ارفع درجه الحراره المية، بص فصلت الشريطين، خد ده مع ده وخد ده مع ده، تنفصل جزيئات الدي ان ايه الى اشرطه مفرده، يترك الخليط ليبرد فيحدث، بص قال لك ايه، ركز بقى، يحدث ازدواج للقواعد النيتروجينيه المتكونه فتتكون بعض اللوالب المزدوجه بالاضافه الى عدد من اللوالب المزدوجه المهجنه اللي هو الدي ان ايه الهجين التي يتكون كل منها من شريط من كلا المصدرين. يبقى انا هعمل ايه؟ والله ارفع لمية، كسر، سيبهم يبردوا، هيرجعوا يرتبطوا تاني. درجة الحرارة كل ما ترتفع كل ما اعرف ان صعوبة الفصل ما بينها كانت كبيرة، وهنا حصل الارتباط ما بينهم. طب حاجة كمان، اي شريطين مفردين من الدي ان ايه، ما الدي ان ايه ممكن يكون مفرد، الناس مش متساوية، المهم يكون في التي او الار ان ايه، كده كده هو مفرد، المهم يكون في يو، يمكنهم تكوين شريط مزدوج اذا وجد بينهما تتابعات ولو قصيرة من القواعد المتكاملة. لو فيهم تتابعات بس يكملوا بعض مفيش اي مشكلة. تتوقف شدة الالتصاق بين الشريطين، الالتصاق اللي هو ده، قال لك بتتوقف على درجة التكامل بين تتابعات القواعد النيتروجينية. أقيس شدة الالتصاق ازاي؟ قال لك بمقدار الحرارة اللازمة لفصلهم، يعني كل ما الحرارة تزيد كل ما ابقى عارف ان شدة الالتصاق قوية، فكلما زادت درجة الحرارة اللازمة لفصلهم دل ذلك على التصاق الشريطين، وهذا معناه ان هناك تكاملا اكبر بين القواعد النيتروجينية ATGC وهكذا. يمكن استخدام قدرة الشريط المفرد للدي ان ايه او الار ان ايه على الالتصاق طويلا لانتاج لولب مزدوج هجين.
يستخدم الدي ان ايه المؤجل؟ المؤجل هيستخدم في ايه؟ قال لك عن وجود جين معين وتحديد كميته داخل المحتوى الجيني العينة ما. يعني ايه؟ انا اقدر اكشف عن جين معين ازاي؟ والله بسيطة، روح هات شريط معلوم، يعني شريط اصلا موجود، حاجة موجودة، وهات انت شريط انت عايز تعرف هو موجود ولا لا. لو حصل ما بينهم تكامل يبقى اذن موجود، لو ما حصلش يبقى اذن في صعوبة. دي الفكرة الاساسية بتاعته، وتحديد العلاقات التطورية بين الانواع المختلفة، بحيث كلما تشابه تتابع النيوكليوتيدات بالنوعين من الكائنات الحية وزادت درجة التهجين بينهم، كلما كانت العلاقات التطورية بينهما أقرب. في مشكلة في الجزء ده حبيبي؟ الله ينور عليك يا دكتور. ساد الاعتقاد بأن الفيروسات التي تنمو داخل سلالات معينة من بكتيريا إشريشيا كولاي يقتصر نموها على هذه السلالة فقط. قال لك لا، قال لك أرجع العلماء عدم وجود هذه الفيروسات داخل سلالات أخرى من البكتيريا إلى أن إنزيمات بكتيرية تتعرف على مواقع معينة على جزيئة دي إن إيه الفيروس الغريب وتهضمه إلى قطع عديمة القيمة، وأطلق عليها إنزيمات الكسر. مصر مش فاهم. قال لك بص، في أنواع من البكتيريا تمام هيخش لها الفيروس، واحنا اخدنا من اول ما بدانا ان لما البكتروفاج دخل الماده الوراثيه، حلل الماده الوراثيه للبكتيريا، ضعف الماده الوراثيه بتاعته، بدا يكون مكوناته، اتجمعت، انفجرت الخليه. طب اعمل ايه؟ قال لك في انواع معينه من البكتيريا بالتلازينة قوي عندها انزيمات اسمها انزيمات القصر البكتيرية، بتعمل ايه؟ بتقطع انزيمات، او انزيمات القصر البكتيرية بتقطع الفيروس، المادة الوراثية للفيروس عند مواقع معينة، فتصبح مواقع عديمة الفائدة. طيب ماشي، مفيش مشكلة تمام. طب هي مش هتضر نفسها؟ ما هي كده كده بتقطع المادة الوراثية للفيروسات، ليه ما قطعتش المادة الوراثية بتاعتها؟ قال لك اصل هي بتضيف ليها مجموعة اسمها مجموعة الميثايل CH3، المجموعة دي تقدر تحميها من انزيمات القصر البكتيرية. فيلا بينا. قد اتضح ان انزيمات القصر تكون منتشرة في الكائنات الدقيقة، حيث تم فصل ما يزيد عن 250 من هذه الانزيمات. فتوصلنا الى ايه؟ توصلنا ان انا عندي المواقع اللي قدامك دي. قال لك بص، اللي هيحصل ان كل انزيم من انزيمات القصر بيتعرف على تتابع معين، يعني لازم الانزيم هو اللي يتعرف على مواقع معينة، هو نفس الانزيم. المواقع دي بتكون من 4 إلى 7 نيوكليوتيدات، يعني مش واحد، مش اتنين، مش تلاتة، مش 8 9، لا ده من 4 لـ7. المواقع دي بتسمى مواقع التعرف. فانا بجي اقطع في الجزء ده واقطع في الجزء ده، فالجي تبقى لوحدها، يعني الجزء ده كده يبقى لوحده، والجزء ده بص ده كده هيبقى لوحده، ودي لوحدها، دي لوحدها، وده كده لوحده، فيبقى بالمنظر ده. اهو الجي بعد، الجي بعد، الجي بص 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 هتعمل ايه؟ CCTAG، CCTAG، ده بالمنظر ده. فهيتكون حاجة اسمها اطراف لاصقة، يقص الانزيم جزيئ الدي ان ايه عنده او بالقرب من مواقع التعرف، حيث يكون تتابع القواعد النيتروجينية على شريطي الدي ان ايه عند الموقع القطع نفسه CCTAG، CCTAG، عندما يقرأ التتابع على كل شريط في اتجاه 3، ولكل انزيم قصر القدرة على قطع جزيء الدي ان ايه بغض النظر عن مصدره فيروسي او بكتيري هيقطع، المهم يكون من 4 إلى 6، من 4 إلى 7، او نباتي او حيواني، ما دام هذا الجزء يحتوي على نسخة او اكتر من التتابعات الخاصة بالتعرف، اللي هي من كام لكام؟ من 4 إلى 7 نيوكليوتيدات. جميل قوي. بعد كده هنخش في جزء، الجزء ده اسمه استنساخ تتابعات الدي ان ايه. ازاي احصل على قطع دي ان ايه المراد نسخه؟ قال لك بطريقتين. الاولى فصل الدي ان ايه من المحتوى الجيني، مش المحتوى الجيني هو اللي بيحتوي على كل الجينات وبالتالي
كل الدي ان ايه روح افصله. يتم الحصول على الدي ان ايه او على المحتوى الجيني للخليه ثم قص الدي ان ايه بواسطه انزيمات القصر اللي انا عايزه. 2 بهذه الطريقه يمكن الحصول على المحتوى الجيني لاحدى الثدييات مثلا على ملايين من القطع يمكن لصقها ببلازميدات او الفجل استنساخها. هتيجي دلوقتي ازاي طريقه البلازميد. 3 يتم استخدام تقنيات انتقائيه مختلفه لعزل تتابعات الدي ان ايه المرغوب في التعامل فيه. يبقى انا الدي ان ايه اللي انا عايزه هروح للمحتوى الجيني اللي فيه كل الدي ان ايه هقصه بانزيم القصر، بعد كده هبدا اعمل له استنساخ للحاجه اللي انا عايزها. دي طريقه التانية ودي الافضل باستخدام الام ار ان ايه. قال لك بص بدل ما تروح لحاجه يعني مثلا انا مثلا انا عايز مثلا هرمون الانسولين، كل حاجه في جسم حبيبي كل الدي ان ايه في جسمي موجود في كل جسم. فمثلا الجلد ده ليه لون، اللي بيدي الجلد لون حاجه اسمها صبغه الميلانين بروتين، والجلد خليه جسديه يعني فيها 46 كروموسوم. طب حلو ماشي، ايه المشكله؟ هيبقى في نفس الجلد كل الدي ان ايه بتاع جسمي منهم مثلا هرمون الانسولين، بس هل هيبقى مفعل؟ لا، هرمون الانسولين ما يعملش حاجه للجلد، بس انا هاخد كل المحتوى الجيني. لو انا عايز الانسولين هروح اقصه وهبدا اجيبه واشوف انا عايز منه ايه. قال لك طب ما دي طريقه. طب ما بص الطريقه الثانيه وابسط، ايه هي يا مصر؟ طب ما تروح للمكان اللي متفعل فيه اصلا هرمون الانسولين اللي هو اصلا اتكون، اللي هو خلايا بيتا في البنكرياس. ماشي، هات الام ار ان ايه بتاعها اللي هو بيبدا من كام؟ من 5 ل 3، وهات انزيم اسمه النسخ العكسي قوم اقلبه لي من كام؟ هو من 5 ل 3، اقلبه من 3 ل 5، وروح هات الدي ان ايه بتاعك عن طريق البلمره والربط. يبقى انت كده مشيت ماشيه صح. يبقى يتم عزل الام ار ان ايه من بعض الخلايا، بس شرط يكون الجين فيها نشط. مثال خلايا البنكرياز التي تكون الانسولين، او الخلايا المولده لكريات الدم الحمراء التي تكون الهيموجلوبين. ده كده بروتين مفعل وده كده بروتين مفعل. الانسولين ما يبقاش متفعل في كريات الدم الحمراء، الهيموجلوبين ما يبقاش مفعل في البنكرياز. يبقى شرط الام ار ان ايه يكون نشط في المكان اللي انا هجيبه منه، وذلك لوجود كميه كبيره من الام ار ان ايه الذي يحمل الرساله اللازمه لبناء هذه البروتينات. جميل. قال لك يتم استخدام الام ار ان ايه بقى المره دي كقالب. شفت بقى، يوم ليك ويوم عليك، المره ده انا اللي هساعدك لبناء شريط الدي ان ايه الذي يتكامل معه بواسطه انزيم النسخ العكسي. يتم بناء الشريط المتكامل مع الدي ان ايه المتكون بواسطه انزيم بلمره الدي ان ايه، فنحصل على لولب مزدوج يمكن استنساخه. توجد شفره انزيم، طالما انزيم يبقى بروتين، في الفيروسات التي يكون محتواها الجيني ار ان ايه. الشفره دي اقدر اجيبها من المحتوى ار ان ايه، وذلك حتى يمكنها تحويل مادتها الوراثيه من ار ان ايه الى دي ان ايه لكي ترتبط مع الدي ان ايه لخليه العائل. جميل قوي. ممكن بقى انسخ جين او قطعه من الدي ان ايه هنا باستخدام البلازميد. هنروح نعمل ايه؟ قال لك بص انا هعرض لك ده واللي جاي ورا بعض، بس اسمعني الاول. قال لك والله هنروح نجيب انزيم القصر ونشوف الجزء اللي انا عايزه وهبدا اقصه، وبنفس انزيم القصر هجيب بلازميد وهبدا اقص الجزء برضو اللي انا هحط فيه الجين اللي انا عايز اضعفه. قصيت الجين اللي انا عايزه، قصيت البلازميد، الدايره بدل ما تكون مقفوله هفتحها وهبدا اخد ده الجين اللي انا عايز انسخه وهحطه مع البلازميد، وهقوم قافلهم بالربط، وهقوم واخده زي ما هو احطه في البكتيريا. فلما يتضاعف الدي ان ايه بتاعها يتضاعف البلازميد عده مرات، فهبدا اخده وبانزيم اسمه انزيم التاك بوليمرز.
اللي هو موجود في جهاز البي سي ار اللي بيضاعف الاف النسخ، اللي بيشتغل في درجه حراره عاليه، انزيمه اللي هو التاج بوليمرز في درجه حراره عاليه، فانا اقدر اعمل منه الاف الجينات. يبقى امشي واحده واحده، هستخدم البلازميد او الفاج يتم عزل الدي ان ايه او الجين اللي انا عايزه، وهعمله بانزيمات القصر، هقطعه الى قطع طارقه اطراف لاصقه عشان تخش في البلازميد. ثلاثة، يتم عزل البلازميد من خلايا بكتيرية ومعاملته بنفس إنزيمات القصر، وذلك حتى تتعرف على نفس مواقع التعرف وتقوم بالقطع عندها تارقة أطراف لاصقة. خلاص سبت هنا لاصقة وهنا لاصقة، يلا بينا اخلط لي ده مع ده باستخدام إنزيم اسمه إنزيم الربط. خمسة، يبقى أنا مسكت أهو قطعة من الدي ان ايه، رحت حطيتها هنا وهقوم حطيتها مع البكتيريا نفسها، فلما الدي ان ايه الرئيسي بتاعها يتضاعف اضاعف البلازميد اللي انا عايزه. يتم اضافة البلازميد وعليه الدي ان ايه لمزرعة بكتيرية او خلايا فطر الخميرة التي سبق معاملتها لزيادة النفاذية. بس في حاجة قبل ما ادخل القطعه دي، هعمل البكتيريا دي في كلوريد الكالسيوم عشان ابدا اخدرها عشان ما يبقاش حاجه غريبه عليها داخله كمعلومه ليه، حيث تدخل بعض البلازميدات الى داخل الخليه، ومع انقسام الخليه البكتيريا تتضاعف البلازميدات مع تضاعف المحتوى الجيني للخليه. يتم تكسير الخلايا وتحرير البلازميدات ويتم اطلاق قطع الدي ان ايه. خلاص اللي انا عملتها بمعاملتها بنفس انزيمات القصر. بعد كده انا خلاص عملتها، هبدا اعزل الجين بالطرد المركزي. اتذكر معايا قبل كده الطرد المركزي في بنوك الامشاج، اللي انا افصل اكس عن واي، لو عايز البان اكس مع اكس، لو عايز لحوم اكس مع واي، ذكور واناث. طرد المركزي المفرج بيفضل يطلع يلف 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 فيفصل الجزء اللي انا عايزه، فيبقى انا كده احصل على قطع دي ان ايه متماثله يمكن تحليلها. الجهاز ده بتاع البي سي ار يمكن مضاعفة قطع الدي ان ايه الاف المرات في دقائق معدودة باستخدام انزيم اسمه التاج بوليمرز الذي يعمل عند درجة حرارة مرتفعة، وهذه التقنية المستخدمة حاليا. الجينوم البشري، وده المجموعة الكاملة للجينات، قالك والله جين البصمة الثامن، فصائل الدم التاسع، الانسولين والهيموجلوبين 11، الجنس 23، وده يا اما بيكون اكس اكس، بيكون الاثنين قد بعض بالمنظر ده بيكونوا قد بعض، او بيكون اكس واي بالمنظر ده. ايه الاهميه معرفه الجينات المسببه للامراض الشائعه والنادره ومن ثم اقدر اعالجها؟ معرفه الجينات المسببه لعجز الاعضاء، اروح للعضو اشوفه عجز ليه وادرس جيناته. صناعه عقاقير بلا اثار جانبيه، ما لما اعرف العقار اللي انا صنعته ممكن يضر العضو في ايه، اقدر اعمل له اثار غير جانبيه. تحسين النسل عن طريق علاج الجينات المرضية للجنين قبل ولادته من خلال خلية جسدية أو حيوان منوي، أقدر أرسم صورة كاملة لملامح وجه الشخص ده بواسطة الجينوم البشري. بكده حبيبي نوصل للجزء الأخير في حلقة النهاردة إن شاء الله، وهي أسئلة عامة. يلا بينا نبدأ السؤال الأول النهاردة. السؤال الأول، أي الخواص التالية تدل على درجة تعقيد الكائن الحي ودرجة تطوره؟ والله قلنا التعقيد مش كل، يعني درجة التعقيد ما بتقفش على كمية الدي ان ايه. انت عندك كائن اسمه السلامندر، الكائن ده بينتج دي ان ايه 30 ضعف الانسان، ومع ذلك بروتين قليله. فانا قلت لك امتى تحترم اللي قدامك كرقي؟ لما الدي ان ايه يقدر يعمل لك بروتين ويقدر يعمل لك ار ان ايه، وبالتالي يعمل لك شفره، واكتر من 70% من المحتوى الجيني هو عباره عن شفرات. يبقى كميه الدي ان ايه قلنا السلامندر، كميه البروتين المتكونه هي دي طبعا الاجابه. عدد انواع الاحماض الامينيه دي ملهاش علاقه، ولا تعدد الاحماض النوويه الريبوزيه. في احدى خلايا كائن حي حدث تغير في الدي ان ايه، طالما حدث تغير يبقى طفره، وبعد نسخ الام ار ان ايه من احدى الشريطين بدات الترجمه ثم توقفت عند المنتصف.
ما تفسيرك لحدوث الحالة؟ طالما حصل طفرة، الطفرة دي حبيبي قلت لك ما تقدرش تصلحها لو فقدت قاعدتين في نفس الموقع ونفس التوقيت، يبقى فقد قواعد مختلفة في أوقات مختلفة لا الربط يصلحها. فقد قاعدة بيورينية من إحدى الشريطين هقدر أصلحها بقاعدة تانية. فقد قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت هي دي الإجابة. في أوقات مختلفة قلت لك تتعالج، لكن اتنين في وش بعض في نفس الوقت مستحيل. اللي بعده، ادرس الشكل التخطيطي المقابل الذي يوضح مجموعة من الجينات على زوج من الكروموسومات المتماثلة أثناء تكوين الأمشاج، ثم استنتج ما النتيجة المترتبة على هنا A B C D E F G A B C D E F G. اللي حصل ان انا خدت جزء من الصبغ ده، لو قلنا ده ألف وده ب، ده ألف وده ب، خدت جزء من ألف قمت حاطه لب. طالما هنا خدت جزء حطيته هنا يبقى هنا دي على طول طفرة صبغية، ما حصلش أي مشكلة للحروف اللي قدامك دي. فطالما صبغية جينية، لا جينية لا، يزداد طبعا طفرة صبغية، أي طفرة بتعمل تغير يبقى يزداد تأثير الجين. إيه اللي بعده؟ إذا علمت إن نسبة الثايمين على إحدى أشرطة الـ DNA بتساوي 20%، فما نسبة الأدينين على نفس الشريط؟ أوعى تروح تقول لي الـ A بتساوي الـ T بتساوي 20، حبيبي هو بيقول لك على إحدى الأشرطة كذا، إيه نسبته على نفس الشريط؟ ما أنا معرفش هو أنهي شريط، هو بيقول لي على إحدى الأشرطة، أنا مش عارف على أنهي شريط، فبالتالي تكون النسبة غير معروفة. ما الذي يميز الدي ان ايه في حقيقيات النواه عن الدي ان ايه في اوليات النواه؟ يحمل اللي بيميز الحقيقيات، يحمل شفره بناء الار ان ايه بانواع الثلاثه موجود هنا وهنا، يوجد على شكل نيوكلوسومات، هي دي الاجابه، ده اللي بيميزه الدي ان ايه الحقيقيات نيوكلوسومات اللي هي بروتينات السنيه مع دي ان ايه بيأثروا 10 مرات يبقى الاجابه به. يتضاعف قبل الانقسام هنا وهنا، يمكن قطعه بواسطة الكسر برضو هنا وهنا. ما النتيجة المترتبة على استخدام الإنسان لمواد مشعة أو مركبات كيميائية؟ يبقى دي طفرة مستحدثة كيميائية بتدخل الإنسان. تكرار الجين الواحد عدة مرات على نفس الكروموسوم؟ لأ، هو أنا هنا هعالج خلايا النباتات والفطريات لإنتاج أكبر كمية، يبقى جين واحد لأ. تكرار الجينات بسبب زيادة عدد الكروموسومات؟ آه، ما أنا عايز أنتج كميات أكبر من البروتين يبقى هكرر الجينات نفسها. تكرار القواعد في نفس الجين؟ لأ، تغير النوع البروتين الناتج؟ لأ. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح شريط لحمض نووي، ثم حدد ما الذي يشير اليه الرمزين س و ص على الترتيب. والله طالما سكر ريبوز يبقى ده ار ان اي، ار ان اي يبقى انا السبع دل صايمين. طب تعالى نشوف هو عايز س و ص على الترتيب. طيب س دي طالما هنا دي بي او 4 بي او 4 بي او 4 يبقى دي رقم الكربونة التالتة، يبقى دي او اتش يبقى هيدروكسيل، يبقى فوسفات لا فوسفات لا هيدروكسيل، يبقى السيتوزين. طب انا استبعدت ليه الثايمين؟ عشان ده رايبوز، والرايبوز ده بيكون في الار ان ايه مش الدي ان ايه، والدي ان ايه ما يكونش فيها يوراسيل. الجدول التالي يوضح الشفرة الوراثية لبعض الأحماض الأمينية المختلفة إذا كان تتابع النيوكليوتيدات على إحدى أشرطته كذا، وأثناء نسخ الـ mRNA حدث استبدال للقاعدة T المشار إليها بالسهم بالقاعدة C، ما النتيجة المترتبة؟ تعال نشوف هي 3 5، يلا حل معايا. تي اي سي تي سي تي هي دي اللي استبدلناها، جي تي تي تمام، اي جي اي اي تي سي. اثناء نسخ الام ار ان اي من 3 ل 5 يبقى ينسخ من 5 ل 3. طب تعالى بقى نشوف هو حدث استبدال التي بالسي، التي اتشالت وحطيت مكانها سي، طيب هي تي سي تي، ترجمها كده الاول قبل ما اشيلها. تي سي تي التي قصادها ايه؟ السي قصادها جي، التي قصادها ايه؟ اي جي اي جي اي يبقى ارجانين.
طب بقى ده قبل. طيب بعد، هي التي سي تي، انا شلت التي وحطيت سي، يعني تي سي سي، فهتبقى اي جي جي. اي جي جي برضو نفس الارجانين، يبقى قبل ارجانين بعد ارجانين، يبقى تكوين نفس البروتين. سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. يبقى انا خدت ده اللي اتغير، هاته قبل ما اتغير وهاته بعد ما اتغير، لو زي بعض يبقى تغير، لو زي بعض يبقى نفس البروتين، لو مختلفين يبقى حدث تغير. اللي بعده، كان التصنيف التقليدي يقسم الكائنات الحية الى مملكتين، ولكن بعد دراسة التطور الكائنات الحية تم تصنيف الكائنات الى 5 ممالك، هي بدائيات، طلعيات، فطريات، نباتات، حيوانات. الاول كان نباتات حيوانات. ما التقنية التي اعتمد عليها العلماء في تصنيف الكائنات الحية؟ هنا طالما قال لك تطور الكائنات، يبقى درجة القرابة، يبقى على طول تهجين الدي ان اي. السؤال اللي بعده، التتابع التالي يوضح ترتيب الاحماض الامينية في جزيء من دي ان اي، او في جزيء من عديد البيبتايد من اليسار لليمين. اي قطعة دي ان اي التالية تعبر عن الجين الذي يكون تتابع الاحماض الامينية الموضحة في الجدول المقابل؟ عايز قطع الدي ان اي اللي بتعبر عنها. طيب هي يو جي جي، سي جي جي، اي جي يو، جي يو يو، اي اي اي. طب هات التتابع بقى بتاعك اللي هو الام ار ان اي. يو جي جي يبقى اي سي سي، طيب سي جي جي يبقى جي سي سي، اي جي يو يبقى يو سي اي، جي يو يو يبقى سي اي اي، اي 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 تبقى يو يو يو. طيب ده كده التتابع بتاعك. هو عايز ايه بقى؟ ده المفروض اللي هو الام ار ان اي. المفروض بقى انا هجيب قطع الدي ان اي. طالما قال لك قطع الدي ان اي، يبقى بدل اليو هتحط تي. يبقى يلا امشي معايا تاني، يو جي جي يبقى اي سي سي، سي جي جي يبقى جي سي سي، اي جي يو، اي قصادها تي، جي قصادها سي، يو قصادها اي. حلو قوي. طيب جي يو يو، الجي قصادها سي، اليو قصادها اي اي، اي 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 تبقى تي تي تي. طيب يبقى انت كده ماشي صح. طيب انت عايز ايه؟ عايز التتابع. دور على الاي سي سي، تي 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 لا، اي سي تي لا، اي سي سي هي دي معايا تمام، وهنا هي دي معايا تمام. طيب هو انت المفروض هتبدا ازاي؟ والله انا المفروض ابدا 3 5 عشان اروح 5 3 الدي ان اي الجديد. يبقى الاجابه عندك هتكون ب. اللي بعده، ادرس الشكل البياني المقابل الذي، ثم حدد ما الرمز الذي يشير الى بوليمر الام ار ان اي. ام ار ان اي يعني شريط مفرد، يعني الروابط الهيدروجينيه قليله، اقل حاجه اللي هي سين، لانه شريط مفرد. الله ينور. ما العمليات الضرورية التي تحدث في الخلية لإتمام بناء تحت وحدتي الريبوسوم، نسخ الـ mRNA في النواة وترجمته في السيتوبلازم إلى 70 نوع؟ طب فين الـ RNA؟ نسخ الـ RNA في النوايا واتحاده مع 70 نوع من عديد البيبتايد في السيتوبلازم. طب فين الـ mRNA؟ نسخ الـ RRNA في النواة وترجمة الـ mRNA في السيتوبلازم إلى 70 نوع، هي دي الإجابة، لازم تكون كاملة. اللي بعده، ادرس الأشكال التالية التي توضح عدد من أشرطة الحمض النووي، ثم حدد ما الشريطان اللذان يمكن استخدامهم في بناء لولب الدي ان اي. تعال نشوف، 1 مع 3، 1 مع 3، يلا بينا. دي مع دي تمام، مربع مستطيل مع مربع تمام، مربع مستطيل تمام، مستطيل مربع تمام، مستطيل مربع تمام. طيب هنا بي او اتش، هنا او اتش بي، يعني تنفع. طب تعالى 1 و4، 1 و4، مستطيل مربع، مربع مربع لا ما ينفعش. 2 و3، مربع مربع برضو ما ينفعش. 2 و4، مربع مربع برضو ما ينفعش، لازم مستطيل قصاد مربع، مربع قصاد مستطيل، بعد كده البي اخرها او اتش، الاو اتش اخرها بي، يبقى 1 و3.
أي الكائنات التالية تعطي نتائج تختلف عما توصلت إليه فرانكلين عند استخدام تقنية أشعة إكس خلال مادتها؟ هي والله كانت بتتبع الدي إن إيه فيروس لاكيمات. أوعى تقول لي عشان فيروس يبقى أر إن إيه، لا هو دي إن إيه بكتيريا التهاب رئوي دي إن إيه. الار دي ان ايه دول اصلا اللي انا استخدمتهم في تجارب اثبات الدي ان ايه، لكن شلل الاطفال ده يعتبر ار ان ايه وهي ما درستهوش. اذا علمت ان الكروموسوم يتكون من كروماتيد واحد قبل حدوث تضاعف الدي ان ايه وبعد التضاعف يصبح الكروموسوم مكونا من 2 كروماتيد، الشكل المقابل يوضح احدى الخلايا في بدايه مرحله الانقسام ما الذي يمكن استنتاجه. هنا والله الكروموسوم 2 كروماتيد يعني تضاعف تضاعف تضاعف، هنا واحد هو المفروض يبقى 2 زيهم، يبقى هنا حدث مشكلة في التضاعف. يبقى نفس الكمية نفس الكمية ازاي؟ نفس عدد الكروموسومات نفسهم ازاي؟ تضاعف للمحتوى الجيني قبل الانقسام ما كانش حدث الا خلل، يبقى حدوث خلل في عملية التضاعف. أمامك صور إحدى الصبغيات في الطور الاستواء أثناء انقسام الخلية، ما نوع البروتينات التي لها دور؟ هنا الكروموسوم، طالما كروموسوم يبقى بروتينات هيستونية، يبقى غير هيستونية لا، هيستونية تمام بس هيستونية وغير هيستونية، غير هيستونية تنظيمية لا، هي دي كانت بتحدد إذا كانت الشفرة هتبني ولا لا، شفرة الدي إن إيه هتبني أر إن إيه ولا لا، يبقى دي مش معايا، يبقى هيستونية وغير هيستونية تركيبية اللي هو هيستونية مع الدي إن إيه نيوكلوسومات والنيوكلوسومات مع الغير هيستونية كنت بأثره 100,000 مرة حتى تستوعبه الخلية. الرسم الذي أمامك يوضح مجموعة من العمليات الحيوية التي تتم داخل إحدى الخلايا، ولكي يقوم الحمض النووي بإنتاج التركيب سين فإنه يحتاج للقيام بالعمليتين، التركيب سين اللي هو البروتين، فأنا لازم أعمل نسخ وأعمل ترجمة عشان أكون البروتين، يبقى تضاعف لا تضاعف لا نسخ وترجمة تمام. السؤال اللي وراه، إذا كانت النسبة المئوية للقواعد النيتروجينية في شريط الدي إن إيه القالب الـ A15 الـ G45 الـ C10 الـ T30، ما القاعدة النيتروجينية التي يجب أن تتواجد بنسبة 30 لإنتاج الشريط الذي يتكامل مع هذا الشريط؟ والله هو شريط كذا، يعني بص الـ A بتساوي 15 يبقى الـ T ب15، طب الـ T بتساوي 30 يبقى الـ A على الشريط الثاني هي اللي بتساوي 30. لاحظ مزارع نمو بعض الثمار اكبر من الحجم، بص طالما اكبر من الحجم يبقى اعرف ان حدث تكرار للجينات، يبقى فقد ازاي نقص ازاي ده زياده، يبقى تكرار الجينات تحول السائد الى متنحي لا طبعا، يبقى انا هنا عملت تكرار في الجينات نفسها فخليت لي الحجم اكبر مما تتوقعه. ادرس الرسم التالي الذي يوضح قطاعا في الجينات دي ان ايه يوضح اماكن تحمل شفرة تسمى اكسون، اكسون ده شفرة، واماكن لا تحمل شفرة تسمى انترون. ما الرسم الذي يعبر عن حدوث عيب في الدي ان ايه يغير البروتين الناتج عن هذا الجين؟ اولا المكان اللي هيبقى فيه انترون ده مش هيسبب لي اي مشكلة، فهنا بص هنا في الانترون، هنا في الانترون كده كده ما فيش مشكلة. طيب الاكسون هنا والله في قاعدة واحدة يعني اقدر اصلحها، لكن هنا قاعدتين في نفس الوقت في نفس المكان مستحيل يتصلح، يبقى الاجابة الف. اذا علمت انه امكن الحصول على حبات ارز ذهبية اللون بنقل جين الفا كاروتين من نبات الجزر، الخطوات ايه؟ يتم مضاعفة الجين باستخدام جهاز البي سي ار، بي باستخدام زراعة الانسجة، سي زراعة الجين، دي استخدام انزيمات الكسر. اولا انا عايز افصل الجين، عشان افصله هستخدم الكسر يبقى دي، يبقى بي مش معانا. بعد لما استخدمه لازم ابدا اضعفه، طالما هضعفه يبقى ايه؟ ايه معانا؟ بي لا بي لا، يبقى الاجابة الف. طب كمل، بعد ما هضعفه هبدا ازرعه، بعد لما ازرعه هبدا اعمل له تكاثر باستخدام زراعه الانسجه، يبقى الاجابه الف. ما شكل قرون البسله الناتجه من معامله الازهار بمسحوق حبوب اللقاح في محلول الاسير؟ طالما الاسير يبقى هي كده هتطلع بذور او القرون، القرون دي لازم هتكون فارغه من البذور، ليه؟ لان انا هعملها بمحلول الاسير، يعني انا هبدا اعمل لها طفره فهخليها فارغه من البذور.
اكثر تونة اكبر حجما، ده لو انا كررت الجينات. ادرس الرسم المقابل الذي يوضح الانشطار الثنائي في الاميبا وانقسام خلايا الكبد في الانسان. ما العملية التي تقوم بها هذه الخلايا لانتاج خلايا تشبه الاصل؟ طالما تشبه الاصل، واحد بقى اتنين اتنين دول شبه بعض، كلهم شبه بعض، يبقى انا لازم اعمل تضاعف. لان انا قلت لك في اول حاجة في الشرح خالص، قلت لك انا دلوقتي لو عندي 20 كروموسوم ب 20 دي ان ايه، ده كده 20 كروموسوم. انا عشان اوزعهم لازم ال 20 دول يبقوا 40، فرجعهم 20 و20، يبقى ده تضاعف قبل انقسام الدي ان ايه. انتاج نفس الام ار ان لا، اصلاح عيوب فين؟ انا بتكلم على حاجه تشبه الام، ريبوسومات ايه علاقتها بده؟ يبقى الف. عند حساب النسبه المئويه لكل من الفسفور والكبريت في عينه من الماده الوراثيه الاربعه كائنات حيه مختلفه، ظهرت النسب كما بالجدول المقابل. ما الذي يعبر عن البكتيريا؟ طالما بكتيريا يعني اوليات نواه، طالما اوليات النواه يبقى انا عايز اتكلم الاكتر والاهم عندي الفوسفور اللي هو الدي ان ايه، اللي هو بيكون بعيد عن البروتين. الدي ان ايه كله بيبقى نسبته 100%، 100% يبقى قصادها صفر، يبقى رقم 3. بعد الاطلاع على جدول الشفرات المقابل اذا كان مضاد الكودون لاحدى الاحماض الامينيه هو الجي سي اي، حدد اسم الحمض الاميني المنقول. هو الجي سي اي، الجي قصادها السي، السي قصادها الجي، الاي قصادها يو. ما حمض اميني يعني شفره يعني كودون. يلا دي القاعده الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه. الاولى انا عايزها سي، يو سي اهي، يبقى انا كده في النطاق اللي قدامك ده. القاعده الثانيه سي جي اهي، يبقى انا اهي معايا جي يو، جي اي سي يو اهي، يبقى سي جي يو، سي جي يو، يبقى ده اسمه الارجانين، يبقى الاجابه الف. الشكل التالي يوضح جزءا من الدي ان ايه بعد معاملته بانزيم الكسر مع عدد مواقع التعرف. عدد مواقع التعرف يا حبيبي بيساوي السي اتش 3، عدد مجموعات المصايل سي اتش 3 على الاثنين، هما هنا عددهم 4 على الاثنين، يبقى هيساوي 2. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح فقد القواعد المشار اليها اثناء التضاعف. في نفس الوقت بفرض انه تم اصلاح هذا التلف باضافه 2 نيوكليوتيدا بدلا من التالفتين، ما النسبه المئويه لاصلاح هذا العيب؟ هو بيقول لك بفرض، هما كام واحده؟ A وجي وسي وتي، هما 4، يعني واحده من الاربعه يعني ربع، يعني 25% نسبه الاصلاح. شكل البيان المقابل يوضح النسبة بين كمية الدي ان ايه وكمية البروتين التي تنتجها 4 خلايا لكائنات حية مختلفة. ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة للكائن ايه؟ الكائن ايه ده حبيبي الدي ان ايه قريب من البروتين، يعني تقريبا اوليات نواة، يبقى يعتبر اوليات نواة حقيقيات، يعني النسبة تكون اكبر. صاحب اكبر محتوى جيني ده يعتبر السلمندر، كمية الدي ان ايه تمثل الشفرة اقل من 70، ده الحقيقيات، وانا هنا بتكلم عن الاوليات. اذا علمت ان الحشرات والرخويات يخلو الدي ان ايه لديها من الهيموجلوبين، فاذا تم مزج محتوى جيني لاحدى خلايا الصرصور مع شريط مشع لجيني الهيموجلوبين ثم رفع درجة الحرارة المزيج وخفضها مرة اخرى ايا مما يلي يمكن حدوثه، لا يتحد اللولب، لا هيتحد بس في بعض الاماكن، اكيد الاي والجي والسي والتي هيقابلوا بعض في اي مكان وهيتحدوا، يبقى لا يمكن يتحد، لا لا يمكن الزواج، لا يمكن. الدي ان ايه للصرصور تتكامل مع جميع النيوكليوتيدات، لا مش جميع النيوكليوتيدات، هو بيحدث ازدواج بين بعض القواعد، يبقى الاجابه ده. مواجه التشابه بين الكودونات اليو اي اي والاي يو جي، ده كده الوقف وده كده البدء على شريط الام ار ان اي، ايه التشابه ما بينهم؟ لا مضادات كودونات الوقف، لا يترجمان لاحماض امينيه الوقف، لا لها دور في عمليه الترجمه، اه ده بيبدا وده بيوقف، المطلوب ترجمته يتكرران في نفس الجزئيه، الاي يو جي ما بيتكررش، يبقى جي. الشكل المقابل يوضح ارتباط قاعدتين نيتروجينيتين معا، ما الذي يمثل كلا من سين وصاد؟ والله سين دي حلقة واحدة يبقى التي او السي، حلقتين يبقى الاي او الجي، تلات روابط يبقى الجي والسي،
هو عايز سين وصاد على الترتيب، يعني سين وجي، يعني سيتوزين وجوانين. ما العملية التي يستخدم فيها التركيب الموضح بالشكل؟ هنا انا شغال الف 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 الف، انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز افك الالتفاف ده، يبقى انا كده النيوكليوسومات، يبقى طبعا دي مش بكتيريا، يبقى انا كده بعمل مش انقسام، لان انا كده بعمل تضاعف في الخليه البشريه الدي ان ايه، لان انا بدات افك الشكل للنيوكليوسومات عشان تقدر انزيمات التضاعف توصل ليها. الشكل المقابل يوضح عملية تضاعف الدي ان ايه بفرض ان انزيم اللولب يقوم بفصل شريطي الدي ان ايه بداية من ايه الى دي. طيب هو هيمشي من هنا لهنا، من 3 ل 5 يبقى من 5 ل 3، من 3 ل 5 يبقى من 5 ل 3، بس في صورة قطع، في صورة قطع من ايه حتى دي. ما الترتيب الصحيح لاتجاه عمل انزيم الملمرة على شريط الدي ان ايه القالب، على القالب. طيب هو المفروض هيمشي كده، انا عايز بقى ايه، انا عايز امشي العكس. المفروض 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 طالما البلمرة هو هيشتغل من 3 ل 5، يعني من 5 ل 3، من 5 ل 3، يبقى انا هبدأ اشتغل عشان ابني من الداخل للخارج 5 3 5 3 5 3، يبقى دي سي سي بي بي اي، دي سي سي بي بي اي، يعني الاجابه جيم. اللي بعده، الشكل المقابل يعبر عن ساق تمت معالجته بحمض النيتروز، حدد اي المناطق قد يحدث بها عدم تكوين غشاء فاصل بين الخلايا الناتجه من الانقسام. هي اول نوع من الخلايا ده هيموت، بعد كده هيتضاعف اللي تحتها، فمش هيتكون غشاء فاصل، فهيبدا التضاعف، يبقى 4 نون، يبقى الخلايا بي، يبقى بي، لان ايه اصلا كده كده ميته. الشكل المقابل يوضح مجموعه من البلازميدات وقطع دي ان ايه سبق معاملتها بنفس انزيم الكسر، فاذا لم تتواجد الربط، لو الربط مش موجوده التساهميه مش هتتكون، يبقى اللي هيتكون الهيدروجينيه بفعل جوه التجاذب. تساهميه لا، هيدروجينيه اه، تساهميه لا، لا تتكون، لا هتتكون روابط هيدروجينيه بفعل قوى التجاذب. ادرس شريط الام ار ان الذي امامك 5 3، اي 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 يو جي، ده مش تبعنا، ده تمام، اي اي يو اي اي ده تمام، اي اي عديد الادينين، وده الوقف، تمام. اي اجزاء ترتبط مع مضاد القدون في التي ار ان ايه اثناء الترجمه؟ الترجمه يعني انا معايا كده كده البدء، يعني صاد، صاد معايا. طيب لام الوقف لا، لام الوقف لا. طيب سين ده اللي قبل البدء لا، يبقى هتلاقي الاجابه اللي تنفع الوحيده الصاد وعين. ما تتابع النيوكليوتيدات في الجين اللازم لنسخ اخر 9 نيوكليوتيدات في جزيء التي ار ان ايه؟ السؤال ده قوي 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 قوي. اخر 9 من النيوكليوتيدات، انا عارف ان التي ار ان ايه اخر حاجه فيه سي سي اي، فتروح تدور في الاخر سي سي اي تلاقي ده، تقوم مختار. حبيبي هو بيقول لك نسخ اخر 9 وانا عايز تتابع في الجين، جين يعني الدي ان ايه، يعني انا عايز التتابع الاخير بس الدي ان ايه، سي يبقى جي، جي ايه يبقى تي، اللي اخرها جي جي تي، جي جي تي هي دي. هو مش عايز التي ار ان ايه نفسه، هو عايز الجين نفسه بتاع الدي ان ايه، يبقى الاجابه ده. اذا احتوت قطعه من جزيء الدي ان ايه على 200 نيوكليوتيدا وكانت نسبه النيوكليوتيدات التي تحتوي على القواعد النيتروجينيه الادينين في هذه القطعه 15%، ما عدد الروابط الهيدروجينيه التي توجد بين القواعد النيتروجينيه في هذه القطعه؟ المفروض الاي في 2 زائد الجي في 3، تمام. طب انت عايز توصل ليه؟ هات الايه وهات الجي. طب ما انت عندك الايه ب 15، يبقى 15 على 100 في 200، 15 على 100 في 200. انا دلوقتي هبدا اجيب الاله ونبدا يلا يحسب 15 200 على 100، هتطلع بالظبط 30، يبقى الاي بتساوي 30، وبما ان الاي بتساوي التي يعني الاثنين هيساوي 60. طب هي القطعه كلها 200،
يبقى 200 ناقص 60 هتساوي 140. على الاتنين عشان اجيب الجي والسي هتساوي 70. يبقى يلا اضرب 30 في 2 زائد 70 في 3. نفتح قوس 30 في 2 زائد 70 في 3 هيساوي 270، وهو المطلوب اثباته. اوعى تروح من غير الاله. حالة ترنر هي حالة وراثية تنشأ في أنثى الإنسان. ترنر اللي هي 0X زائد 44 نتيجة غياب الكروموسوم الجنسي X هتطلع عقيمة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال الأعضاء التناسلية لها. ما النتيجة المترتبة؟ حتى لو أزيلت الأعضاء التكاثرية تستمر حياة الكائن الحي. يبقى تموت إزاي؟ تورث ازاي؟ ده عقيمة. تنجب اطفال ازاي؟ ده عقيمة. يبقى استمرار حياة ترنر. ما العملية التي لم تتوقف عند اضافة انزيم ديوكسيرايبونيوكليز اللي بيحلل الدي ان ايه تحليل كامل؟ اختار حاجة فيها فيروس، فاج دي ان ايه، بكتيري دي ان ايه، تضاعف الدي ان ايه، ده دي ان ايه. يبقى تكاثر الفيروس لان محتواه ار ان ايه، وهنا ده مش هيأثر عليه لان ده بيحلل الدي ان ايه تحليلا كاملا. اللي بعده، اي التطبيقات الاتيه تعتمد على تكنولوجيا دي ان ايه معادل اتحاد؟ اللي هي الانسولين، الانترفيرونات، الثقبال، البكتيريا العقديه، كمان زراعه جين لون عيون الياقوت، كمان جين النمو في الفئران. كل دي حاجات اقدر استخدمها. كمان الانترفيرونات. يبقى التعرف على موقع جين الانسولين، لا انا قلت هكونه. نقل جين استضافه البكتيريا العقديه هي دي الاجابه. التعرف على تتابع النيوكليوتيدات في الهيموجلوبين، ما ذكرتش الهيموجلوبين اصلا. عزل جين لون اليقود من كروموسوم الدروسوفيلا، لا انا قلت هزرعه، فالاجابه هتكون ب. ايا مما ياتي يعتبر صحيحا بالنسبه للمحتوى الجيني للخليه البشريه حقوقيات نواه ينسخ بالكامل؟ لا انا قلت هو النسخ هنا في حقوقيات النواة. احنا قلنا التضاعف عنده بيكون بالكامل، النسخ مش بالكامل. اكتر من 70% هو اكتر من 70% بيمثل شفرة، لكن هنا بتكلم عن المحتوى الجيني الكامل، يعني الدي ان ايه كله. صلاح كل التلف، لا مش كل التلف، يبقى يتضاعف بالكامل. السؤال اللي وراه، الشكل المقابل يوضح احدى البلازميدات الطبيعيه الموجوده ببكتيريا لها القدره على مقاومه احدى المضادات الحيويه. ادي دي كده ميزه. اذا تم استخدام هذا البلازميد لنقل جين هرمون النمو الى احدى السلالات بكتيريا اشيريشيا كولاي منزوعه البلازميد، ما عدد الصفات الجديده التي سوف تظهر على البكتيريا؟ والله انا عندي جين مقاومة احدى المضادات الحيوية وكمان جين النمو، يبقى 2، يبقى عدد الصفات هيساوي 2. الشكل التالي يوضح الدورة الخلوية لاحدى الخلايا خلال 24 ساعة، ما نسبة كمية الدي ان ايه في المرحلتين جي 1 الى جي 2؟ تعال نشوف. ام انقسام ميتوزي يبقى 2 نون خلية جسدية. جي 1 تضاعف محتويات الخلية، المحتويات مش المادة الوراثية، يعني لسه 2 نون. اس تضاعف الحمض النووي، يعني 4 نون. جي 2 نمو، طالما نمو يعني فضل زي ما هو 4 نون ميتوزي. يبقى النسبة بين جي 1 إلى جي 2 هي 2 نون إلى 4 نون. 2 إلى 4 يعني 1 إلى 2 يعني نص. ما النسبة بين المحتوى الجيني لخلية جلد السلمندر وخلية جلد الإنسان؟ سلمندر 30، الإنسان 1، يبقى 30 إلى 1. ادرس الاشكال التخطيطيه الاتيه ثم حدد ايا منها يعبر عما توصلت اليه فرانكلين. فرانكلين قالت هيكل سكر الفوسفات للخارج والقواعد النيتروجينيه للداخل. دي قواعد النيتروجينيه، هنا دي مش شكلها ولا دي شكلها. القواعد للخارج لا، هي المفروض للداخل، والهيكل للخارج يبقى 1، يبقى رقم 1. ادرس الرسم الذي امامك ثم حدد ما النتيجه المترتبه على هذا التغير. والله ايه هي؟ اهي هي السهم ماشي كده، جي سي اي جي سي جي تي سي. الجي بقت ايه، السي زي ما هي، ايه يبقى كده حصل تغير في الترتيب. تغير في الترتيب يبقى طفره جينيه صبغيه، هو الصبغ فضل زي ما هو، ماشي جيه مفيش اي دليل عليها حقيقيه، لا يبقى طفره جينيه.
رسم البيان المقابل يوضح كمية كل من الدي ان ايه والار ان ايه في احدى الخلايا خلال اوقات مختلفة. ما الحقيقة التي يوضحها الرسم؟ الدي ان ايه اهو ار ان ايه، ادي مرة ادي التانية ادي التالتة، تلات مرات، لكن الدي ان ايه ثابت. الدي ان ايه اكبر من الار ان ايه مرتين، ده الحقيقة اللي بيوضحها. لا هو غالبا اهو يعني قريبين من بعض، خلية في مرحلة انقسام، مفيش اي دليل على كده. تحدث عملية تضاعف الدي ان ايه اثناء عملية النسخ، مفيش دليل على كده. انا عايز حاجة الرسمة بتوضحها، لكن الخلية قامت بانتاج البروتين ثلاث مرات اهي، ادي المرة الاولى ادي المرة الثانية ادي المرة الثالثة. السؤال اللي ورا، ادرس الشكل المقابل ثم حدد ما الذي يمثله الشكل. هنا خمسة بعد كده ماشى راح لتلاتة، الام ار ان ايه عديد الريبوسوم، انهاء الترجمة، مفيش هنا الوقف، زيل عديد الادينين، مفيش الاي اي اي اي، بدأ الترجمة، مفيش هنا الاي وجي، يبقى ده ام ار ان ايه عديد الريبوسوم، 1 2 3 4 5. تم حقن بعض الفئران التجارب بسلالة من البكتيريا الالتهاب الرئوي غير المميتة الحية ار، فأصيبت الفئران، وبعد شفاها تم حقنها مرة أخرى بنفس السلالة الحية ار، اللي هي مش هتسبب الموت. بعد يومين تم حقنها بالسلالة المميتة اس المقتولة، ما هي مميتة، ايه اللي تتوقعه؟ طالما مقتولة اصلا يبقى مش هتعمل حاجة، يبقى موت جميع لا، موت بعض لا، ظهور اعراض لا، هي عدم ظهور اي اعراض، لان هي كده كده مميتة ومقتولة اصلا، فمش هتعمل اي مشكلة، وهنا انا هكون جهاز مناعي هقدر اقضي عليها، يبقى عدم ظهور اي اعراض.